مساء الخير، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده وملعب البلد. دايما ببدا على طول زي ما عهدناكم بمنتخب مصر القومي لكره القدم. 24 يوم على المباراه الاولى و28 يوم على الحلم ان شاء الله، الحلم اللي هيتحقق بصعود منتخبنا لكاس العالم قطر 2022. هفضل اتكلم وهفضل اقول الدعم الكامل لمنتخبنا القومي، الدعم الكامل لكتيبه الابطال اللي بيقودها جهاز فني محترم بقياده كارلوس كروش المدرب العالمي اللي عامل طفره كبيره، وان شاء الله مستقبل الكره المصريه مع الراجل ده هيكون في شكل تاني باذن الله. عشان كده بقول كل اجهزه الدوله لا تألو جهدا من اجل دعم منتخب مصر. 24 ان شاء الله يوم هيبقى موافق 25 مارس، هتلاقي استاد القاهره بيتزين اهازيج واغاني وحكايات وروايات وانتصارات هيحققها محمد صلاح، ومعه ايضا كتيبه الابطال بالكامل. كل الدعم، كل التقدير، كل المسانده لمنتخبنا القومي. قادرين؟ ايوه ان شاء الله قادرين على العبور حتى ولو كان امام السنغال المنتخب العنيد، لان احنا بنمتلك مقومات منتخب كبير بيقوده نجم كبير بحجم محمد صلاح. عشان كده بقول لحضراتكم الكل متفائل، الكل عنده امل، الكل يوم 25 هيرجع بيوت وهو عمال يغني وفرحان وسعيد بانتصار منتخبنا. ومن دكار 29 ان شاء الله هتكون تذكره التاهل حجزت تماما الى قطر 2022. بالتوفيق لمستر كروش، بالتوفيق لمنتخبنا القومي، داعمين على طول الخط ان شاء الله. النهارده في مباريات الدوري العام لكره القدم، الاهلي يستفيق بعد هزيمه سان داونز ويحقق فوزا غاليا في مباراه في مجملها هي الاروع والاجمل ضمن مباريات الدوري العام هذا الموسم. و15 دقيقة ثلاثة أهداف كانت أكثر من رائعة، وحمد لله على السلامة. محمد شريف، هو ده محمد شريف اللي احنا عايزينه، هو ده محمد شريف الهداف، هو ده محمد شريف أمل الكرة المصرية في مركز الهجوم إن شاء الله خلال الفترة القادمة. فاركو أيضا قدم مباراة في حدود إمكانياته مع مدير فني على أعلى مستوى، هنتكلم في ده كله بالتفصيل. لكن الإسماعيلي رافض، الإسماعيلي مش عايز، الإسماعيلي ما لا يتقبل أي هدية من الآخرين. النهاردة شوط أول فوز أو متقدم بهدفين وضربتين جزاء يضيعوا، وبعد كده يتعادل مصر المقاصة. في إيه؟ في حاجة غلط داخل، مش هقول إدارة النادي الإسماعيلي ولا هقول الجهاز الفني النادي الإسماعيلي، هقول داخل المستطيل الأخضر بأقدام لاعبي النادي الإسماعيلي. لازم تلحقوا قبل فوات الأوان، الإسماعيلي اسم كبير وهتكلم أيضا بالتفصيل مع نجمنا كابتن محمد حشيش. النهاردة أيضا البنك الأهلي كابتن خالد جلال حقق فوز مهم جدا على الجونة العنيد مع رضا شحاتة بهدفين مقابل هدف، ويرتقي في جدول المسابقة ويصل للنقطة الرابعة عشر. الحمد لله على السلامة كابتن خالد جلال، واحد من المديرين الفنيين المميزين للغاية. بكرة إن شاء الله الزمالك أمام فيوتشر في مباراة هتكون رائعة، لأن الفريقين الاثنين قوام كبير جدا. الزمالك طبعا بتاريخه الطويل، والزمالك عايز العودة، عايز العودة قبل طبعا مبارياته الإفريقية القادمة اللي هي أكون أو لا أكون. هنتكلم في كل شيء عن الزمالك بالتفصيل. فيوتشر أيضا مع علي ماهر في سنة أولى، ما أجمله وما أروعه، حاجة تفرح بصراحة فريق على أعلى مستوى. تفاصيل كتيرة جدا، وعندنا بعد قليل مشكلة تنس الطاولة بعد الأولمبيات وعمر عصر وتحقيقه المركز الخامس، وقلنا خلاص انطلقنا في أزمة داخل مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، هنتكلم عنها بالتفصيل. انتظرونا في ملعب البلد. برباعية جديدة يضرب الأهلي من جديد بيد من حديد أمام فاركو ويحقق فوز غالي، فوز هو عودة الثقة مرة ثانية إلى فريق النادي الأهلي بعد الهزيمة المفاجأة أمام فريق سان داونز الجنوب إفريقي في دوري رابطة الأبطال هنا في استاد القاهرة بهدف مقابل لا شيء. الأهلي النهاردة نازل في أول عشر دقايق أو في أول ربع ساعة عايز يشيل من على
اكتاف لاعبي، الضغط اللي موجود، التوتر اللي موجود، عاوز يقول انا الاهلي بكبريائي، انا الاهلي بشبابي، انا الاهلي بجهاز الفني، ده كله كان موجود داخل المستطيل الاخضر. عشان كده على طول في دقائق معدوده كان محمد شريف يعود الى التهديب بعد 65 يوم صيام. الناس بتصوم شهر وممكن ياخد 6 ايام البيض، لكن شريف كان صايم 65 يوم. وبقالي 3 4 ايام اقول لشريف فوق، عاوزين شريف الهداف، عاوزين شريف القناص، عاوزين شريف مستقبل خط الهجوم في مصر وليس في النادي الاهلي. وحسنا فعل شريف النهارده، كان في حاله نفسيه كويسه جدا، هدف الاول، تمريره بالكعب رائعه لقفشه في الهدف الثاني او في الهدف الثالث، يعني كان اكثر من رائع التمريره بتاعت محمد شريف. محمد شريف النهارده استعاد جزء كبير جدا، لكن مازال امامه كتير جدا من الشغل عشان الاقي الشريف اللي كلنا عارفينه، شريف الهداف، يرجع الى سابق عهده والى مستواه المعهود، عشان محتاجينه في منتخب مصر ومحتاجينه في كل مكان. طبعا زي ما بقول لحضراتكم 4-1 النهارده، محمد شريف احرز الهدف الاول، وبعد كده هدفين اتنين لقفشه اكثر من رائعين. كان فاركو بيلعب على مسار التسلل لاول مره، لا لونج باس من النادي الاهلي الطويله، وقفشه منها الهدف الثاني من ورا على طول، وبعد كده كان الهدف الرابع طبعا حسين الشحات بعد نزوله، واداء اكثر من رائع النهارده لنجوم النادي الاهلي، سواء كان قفشه وعبد القادر وايضا السوليه اللي كان موجود بصوره طيبه للغايه. مبروك للاهلي عوده الروح مره ثانيه. موسيماني قال رباعية فاركو اعتذار للجماهير عن الخسارة أمام صن داونز. الأهلي السنة دي فاز برباعية، على الإسماعيلي 4-0، على سموحة 4-1، على المقصة 4-0، على فاركو 4-1، وده طبعا كان شيء ضمن رباعيات الأهلي وليس رباعيات الخيام. النهاردة كاتبنا الكبير الأستاذ محمد سيف عامل حسابات كده للنادي الاهلي في الرباعيات، حاجه جميله كعادته دايما متالق، واحد من رموز الصحافه اللي كلنا بنكن لها كل تقدير وكل احترام، استاذنا الكبير الاستاذ محمد سيف. موسيماني قال خدنا اخر مباراه في الدوري امام مصر المقاصه بنفس الطريقه اللي خدنا بها مواجهه اليوم، وتعديل الطريقه لا علاقه لها بطريقه لعب فرقه، ونجحنا في تسجيل 4 اهداف. قال كمان ان تعديل طريقه اللعب واختيار العناصر بيتم وفقا لظروف كل مباراه. الفارق بين لقاء اليوم وصن داونز ان احنا سجلنا اليوم، لكن امام صن داونز لم نسجل. قال كمان ان الفوز برباعية اليوم بمثابة اعتذار عن الخسارة امام صن داونز، وجمهور النادي الاهلي يستحق الفرح. وقال سعيد للغاية من لاعبي فريقي على الرغم من الحزن اللي انتابني امام صن داونز، واعتذر لجماهير الاهلي على الخسارة في افريقيا. كلام محترم جدا. لكن مجدي عبد العاطي النهاردة مدير فني محترم، ان يعمل بفاركو اللي فاركو سنه اولى دوري ممتاز ويكون في المركز ده، لا، مدير فني محترم وعدل من طريقته في الشوط الثاني. هو دايما بيلعب 4-3-3، لكن عدل وتغييراته كانت صائبه جدا. فهو قال الحمد لله على كل شيء، مباراه للنسيان، بدانا المباراه بشكل سيء، ابلغت اللاعبين ان البدايه كانت سيئه وتسببت في استقبال 3 اهداف بشكل مبكر، اللاعبون كانوا خارج تركيزهم في أول 10 دقائق، أحرزنا هدف وكنا نتمنى التعادل، مبروك للأهلي وأتحمل المسؤولية كاملة. هي دي شجاعة الفرسان زي ما بنقول، لما يكون في الهزيمة يقول لك أتحمل، مش في الفرح بس يقول لك أنا السبب، وساعة الهزيمة يستخبى، لا، قال لك أنا السبب وأتحمل الهزيمة. قال أمامنا مواجهة أمام الإسماعيلي المقبلة، وهي مباراة مهمة، وكان الله أيضا في عون الإسماعيلي. الأهداف من أخطاء لا علاقة لها بالطريقة، وارد جدا انك تنفذ طريقة يبقى فيها اخطاء. طبعا كلام عاقل جدا من مجدي عبد العاطي. كمان سر استبعاد وليد سليمان من مباريات، السبب فني بعد تراجع ترتيب اللاعب باللاعب الخط الامامي في مركز الجناح وصناعة اللعب. وطبعا وليد سليمان واحد من اللاعبين الكبار، لكن زي ما بقول دايما هي سنة الحياة، واحد بيبدأ ويعلى شوية ويكون في أوج تألقه، بعد كده يبتدي المنحنى ينزل. فوليد طبعا مع نهاية الموسم بيعلن اعتزاله، وسيظل رمز من رموز النادي الأهلي، لاعب كبير، لاعب من أصحاب المهارات الخاصة، لاعب أعطى كثيرا جدا للأهلي وجماهيره، وعمر جماهير النادي الأهلي ما هتنسى واحد بحجم وليد سليمان. طيب نشوف جماهير الأهلي بعد المباراة قالت إيه النهاردة
بعد ما لعيب النادي الاهلي صالحوا جماهيرهم برباعيه مقابل هدف. نشوف التقرير وارجع اكمل مع حضراتكم. موسيماني بيغير في الطريقه بتاعته، ما بيلعبش في ثلاثه في نص الملعب، كان في الاول بيلعب بحمدي فتحي ورا هو وربيعه ومع منعم، قدام بيلعب قفشه وعبادر ومعاه محمد شريف وكان ميكسوني برده معاهم، فهو غير طريقه وان شاء الله يعني الماتش الجاي يعني نكسب افريقيا ان شاء الله ونصعد واول الدوري ان شاء الله باذن واحد احد يعني ان شاء الله. واهم حاجه ان الاهلي كسب النهارده والاهلي فاق بسرعه الحمد لله، واهم حاجه ماتش سان داونز العوده باذن الله. يعني النهارده النادي الاهلي حاجه ثانيه بصراحه، مختلف جدا في اللعب بتاعه، واللعيبه النهارده ادت اداء مشرف جدا على الماتش اللي فات، فالحمد لله على النتيجه، يعني النتيجه مرضيه للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي كلها. الحمد لله احنا كان معانا توفيق والاهلي كان كويس جدا النهارده وبيعوض مباراه سان داونز سوء الحظ اللي كان بيقابلنا مباراه سان داونز، والحمد لله يعني الاهلي رجع بيكشر عن انيابه في مباراه فاركو واستعدنا الصداره الحمد لله. يعني انا زملكاوي بس لا، ماتش الاهلي، ماتش الاهلي وسان داونز، الاهلي كان مضيع في ماتش سان داونز اهداف كتير وكده، ويعني ما كانش فيه توفيق، بس يعني النهارده هي يعتبر دي بروفا برضو الماتشات افريقيا اللي جايه وان شاء الله ربنا يوفق الاهلي والزمالك. هو النادي الاهلي طبعا بما ان حضر في اي مباراه يعني بيلعبها سواء افريقيه او محليه هو بيقدر يكسب اي ماتش بسهوله لان السكواد بتاعه كامل. جماهير الاهلي دايما بيبقى عندها ثقه في لاعبيها حتى وان اخفق الفريق في مباراة، لكن بيظل السند واللاعب رقم واحد في النادي الأهلي هو جمهور النادي الأهلي الكبير في كل بقاع مصر وفي الوطن العربي. زي ما بتكلم عن الزمالك والجماهير اللي موجودة في الوطن العربي وموجودة في مصر دايما هم مصدر القوة للفرقتين الاتنين سواء في الأهلي أو في الزمالك. البنك الأهلي النهاردة مع خالد جلال يعود للانتصارات في الجونة في ملعب طبعا خالد بشارة على استاد خير بشارة. النهاردة فاز بهدفين مقابل هدف على فريق الجونة. الجونة تقدم في دقيقة 22 عن طريق سيف العجوز، لكن بعدها بأربع دقائق فقط استطاع فريق البنك عن طريق محمود السيد إدراك هدف التعادل، وكريم بامبو في دقيقة 72 من عمر المباراة يحرز هدف الفوز. النادي الأهلي البنك الأهلي كان في حاجة إلى الفوز النهاردة، لأن الفوز النهاردة رفع به خمس مراكز، أصبح دلوقتي في المركز الثامن برصيد 14 نقطة، هي نفس رصيد فريق الجونة لكن الجونة بفارق الأهداف موجود في الفرق في المركز العاشر. زي ما قلت لحضراتكم الاستقرار الفني بالقرارات الإدارية بيبقى لها دور كبير جدا في نجاحات الفريق، وعشان كده قلنا يعني حسنا فعلت إدارة البنك الأهلي بقيادة اللواء أشرف نصار صديقنا العزيز من الموسم الماضي لما أبقت على الكابتن خالد جلال. كابتن خالد جلال من المدربين الكبار اللي بيعرف يتعامل نفسيا ويتعامل داخل الملعب، وبالتالي وإن غابت الانتصارات في بعض الأوقات عندهم تصميم، عندهم إرادة، عندهم عزيمة على العودة مرة تانية، وبالفعل كانت العودة النهاردة رغم التأخر أمام الجونة استطاعوا التعادل ثم الفوز. معايا على الهاتف سيادة اللواء أشرف نصار صديقنا العزيز ورئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي. سيادة اللواء مساء الخير، منور وحشنا كتير. يا مساء الفل يا دكتور إيهاب، وحضرتك وحشنا جدا والله. ربنا يعزك يا فندم. ما ترضاش بقى يعني نعمل لك ازعاج يا فندم في اي وقت انت عارف معايا. ربنا يعزك يا سياده اللواء، مليون مبروك النهارده الفوز النهارده. ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله طبعا احنا كنا محتاجينه لانه جاي بعد ثلاث اخفاقات وما كانش فيه توفيق عندنا. جاي مع ماتش صعب مع فريق كبير زي فريق الجونه، لعيبه مميزه وجهاز فني محترم وبنلعب على ارضهم، لكن انا كنت واثق في اللعيبه وواثق في الجهاز الفني. جميل. حتى لما كانوا الفتره اللي فاتت بعد كل اخفاق الاقي اللي بيسالني وفي نيه للتغيير وبتفكروا في مين. يا جماعه ما عندناش الكلام دوت ولا بنتعامل بالقطعه. هتلاقي الوكلاء هم اللي بيسالوا يا سياده اللواء. للاسف كلهم بيغني على ليلى. للاسف انا معاك. الحمد لله الحمد لله ربنا كرمنا وان شاء الله باذن الله تكون بدايه لاستعادة رقم الانتصارات. وزي ما حضرتك عارف يعني الدوري السنه دي صعب جدا. يعني شوف حضرتك الثلاث نقط طلعونا خمس مراكز. كنا ال 13 بقينا الثاني الحمد لله. وان شاء الله باذن الله نستمر يعني، وان شاء الله
يعني نغمة الانتصارات تعود إلينا في الماتشات القادمة بإذن الله. خليني مرة تانية أشيد بالحكمة في التعامل، وزي ما أنت حضرتك قلت دلوقتي نحن لا نتعامل بالقطع، وهو ده بين قوسين سر النجاح. عندك جهاز فني على أعلى مستوى بيقوده نجم من النجوم الكبار أخلاقيا طبعا وفنيا، وبالتالي إعطائه الثقة وان انتوا تكونوا في ظهره هو ده سبب الانتصارات، وانا عارف مدى العلاقه اللي بتجمع لاعب البنك الاهلي مع الكابتن خالد جلال يا سياده اللواء. والله الحمد لله هو الكابتن خالد جلال شخصيه هاديه يعمل في صمت كفء جدا، ويعني وعلى خلق، وما بيرضاش ان هو يعني بيركز في شغله بس. وانا يعني بعد كل ماتش بتكلم معاه وبقول له ان شاء الله يعني رغبه الانتصارات ركعه، ما تبصوش لورا، بص للي قدام. والحمد لله يعني الكلام والجهد اللي بيبذلوه ربنا بيكافئنا بالنتيجه الحمد لله. شايف ايه اهم مميزات الدوري هذا الموسم، وايه اللي ناقص الدوري عشان يعني يكتمل في ابهى صوره له يا سياده اللواء؟ والله الحمد لله الدوري السنه دي دوري جميل جدا ودوري صعب جدا، الفرق كلها يعني مستعده استعداد جيد، المستوى متقارب. حضرتك لو بصيت من المركز مثلا ال 14 لغايه المركز الثامن هتلاقي ثلاث اربع نقط. المصري في المركز الخامس برصيد 19 نقطه. لا فبقول لحضرتك يعني النهارده الثلاث نقط بتوعنا دول طلعوا لنا خمس مراكز. تمام. طبعا الدوري قوي جدا، الدوري جميل ممتع. وده في الاخر ان شاء الله كله يصب في صالح المنتخب. تمام. وان شاء الله كده يعني ربنا يحقق حلمنا كلنا يا رب يا رب. والجهد اللي انتوا بتبذلوه في اتحاد الكوره جهد ملموس للجميع يا رب. حرصكم على المنظومه كلها، انتوا عارفين كل المشاكل اللي موجوده، يعني عندكم حلول جيده جدا ان شاء الله، كلكم خبرات عاليه الله جدا ان شاء الله، وان شاء الله مستبشرين خير بالمجلس اللي موجود والانديه كلها وراكم باذن الله. وانا يعني بتمنى لكم التوفيق، واحد من الشخصيات الجميله المحترمه على المستوى الاداري كمان حدث ولا حرج، سياده اللواء اشرف نصار رئيس مجلس اداره البنك الاهلي، مبروك الفوز النهارده والى الامام ان شاء الله دايما يا سياده اللواء. شكرا جزيلا يا فندم. طيب الاسماعيلي، وهرجع كل مره واقول الاسماعيلي لن امل ولن اكل، ان الاسماعيلي كيان كبير، ان الاسماعيلي له صفحات في كتاب تاريخ الكرة المصرية. الإسماعيلي بنجومه اللي أثروه، وكان معاه كابتن سيد بازوكا، سيد عبد الرازق بازوكا من يومين. فلا ده الإسماعيلي بكبرياءه، والإسماعيلي بكورته الجميلة، الإسماعيلي بمتعته، الإسماعيلي بدراويشه، والإسماعيلي بجماهيره. لكن في شيء غريب النهارده، يعني مصر المقاصه، وكان الله في عون مصر المقاصه، كلنا عارفين ظروف الفريق، وكابتن تامر مصطفى بيسعى جاهدا مع وليد هويدي طبعا سياده النائب ان هم يعملوا شيء جميل في مصر المقاصه، بحيهم عليه. لكن تبقى متقدم 2-0 في الشوط الاول، تتعادل وتضيع كمان ركلتين جزاء، لا يبقى في حاجه غلط. ما هو الكابتن حمد ابراهيم مش هينزل يحط ضربه الجزاء، وزي ما قلنا مع سيراميكا كليوباترا بالامس، طالما ان الفريق بيصل الى مرمى الفريق الاخر وبهدد مرماه، يبقى المدير الفني عمل اللي عليه اللي هو وصلك، لكن حضرتك بقى تفنش تحط الكره ازاي، مش هنزل انا احطها لك. ده بتبقى رعونه من المهاجم او استهتار من المهاجم او عدم تقديرك ل يعني عفوا مش عدم عدم يعني ان يكون في ذهنك انت بتلعب باسم مين، ده انت بتلعب باسم الاسماعيلي. يعني الجماهير اللي محروق دمها دي كلها، اللي محروق دمها دي كلها جماهير الاسماعيلي، الجماهير الكبيره، حرام عليكم، حرام عليكم ان انتوا توصلوا الاسماعيلي ان يكون متذيل لجدول المسابقه. هرجع اكمل عن النادي الاسماعيلي، لكن هعود مره ثانيه الى الكيان الكبير، الى النادي الاهلي اللي حقق فوز كبير جدا النهارده واداء اكثر من رائع صالح بجماهيره بعد هزيمة سان داونز الأخيرة. معايا على التليفون النجم الخلوق الفنان كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي. يا كابتن سامي منورني وسعيد جدا بوجود حضرتك معايا. كابتن سامي. ايوه يا حبيبي. مساء الخير يا كابتن سامي، منور الدنيا. الحمد لله. ازيك يا شهاب؟ ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ مبروك طبعا ليك. الله يكرمك. متاخره شويه بس الله يكون في عونك. الله يكون في عونك يا كابتن سامي. اولا مبروك الانتصار النهارده، اداء اكثر من رائع.
النادي الأهلي يعني زي ما قلت بيستطيع بكتيبة لاعبيه، بيستطيع بجهازه الفني الكبير الخروج من الكبوة سريعا، وده دايما اللي بنلمسه مع الفرق الكبيرة. النهاردة الأهلي بيصالح جماهيره بعد الهزيمة الأخيرة أمام فريق سان داونز. الحمد لله طبعا زي ما انت قلت ان الاهلي بعد اي اخفاق بيبان شخصيه وقدرات لعيبه النادي الاهلي، اعتقد الحمد لله كان اكبر رد النهارده اداء ونتيجه. بشكر طبعا اللعيبه على الجهد دوت والاصرار اللي هم يرجعوا ثقتهم في نفسهم وثقه جمهورهم فيهم، فاعتقد الحمد لله نتيجه مرضيه لينا وان شاء الله نضمن يعني ان شاء الله المباراه باذن الله. يعني طيب يعني قبل مباراه المريخ وتتابع المباريات يوم 5 ان شاء الله، يعني بعد 4 ايام عندكم مباراة مهمة جدا، أعتقد إن الفوز النهاردة ده يعني بيقول للجميع إن الأهلي لا راجع ودافع نفسية كبيرة جدا ومعنوية قبل مباراة المريخ. التلاحق في المباريات بكل تأكيد بيرهق لعيب النادي الأهلي، يعني عندك 5 مباراة المريخ، يوم 8 مباراة بيراميدز، المفترض 11 الساعة 6 مباراة سان داونز اللي طلب تأجيل المباراة ليوم السبت 12 الساعة 3، يعني تتابع وتوالي المباريات كيف يتعامل الجهاز الفني معايا يا كابتن سيد؟ وكان قبلها طبعا لعبنا المقاصة وبعد كده لعبنا سان داونز، فانت عارف هو ده قدر النادي الاهلي وقدر لعيبته ان انت لازم تشتغل في كل الظروف ديت يعني. النهارده الحمد لله برضو الروتيشن برضو بيحاول الراجل يعمله بشكل كويس. النهارده بعد الحمد لله ما طمنا على النتيجه برضو دفعنا بديانجي وبيرس وحسين الشحيات وطاهر، فاعتقد الحمد لله الراجل بيعمل روتيشن كويس عشان يبقى اللعيبه كلها تشارك وتاخد على الدقايق، وفي نفس الوقت يبقى عنده اختيارات كتيره يقدر الراجل يختار بيها بقى اللي يقدر يناسب طريقه اللعب ويقدر يديله استمراريه في اللعب ان شاء الله. طيب هل طلب الاهلي تاجيل مباراه بيراميدز ولا ده ما حصلش؟ انا ما اعرفش لحد دلوقتي، لا بس اعتقد لو المباراه يوم 11 اعتقد هتبقى صعبه بالنسبه لان 8 و10 ساعات سفر بيبقى الرحله صعبه. صعب يعني. طيب من اهم مكاسب مباراه النهارده عوده شريف للتهديف بعد 65 يوم، وانا بقالي كام يوم يا كابتن سامي اقول بنادي وبصرخ واقول يا شريف انت مهاجم مصر القادم وانت لاعب هداف ولازم تستعيد ثقتك بنفسك لان الكل منتظر عوده شريف. كيف تم التعامل نفسيا مع محمد شريف خلال الفتره الماضيه عشان النهارده نشوفه واقف على رجله بيحرز هدف وكمان يعني تمريره اكثر من رائعه في الهدف اللي احرزه قفشه، وانت كان ليك دور كبير جدا في هذا الجانب النفسي يا كابتن سامي. بص هو مهم جدا ان احنا الراجل عارف ان اي فريق في العالم بيمر بفتره كده اللي عدم توفيق، ودي حاجه طبيعيه جدا يعني. شريف من اللعيبه المميزه عندها رصيد كبير جدا لجمهور النادي الاهلي واحنا لينا كجهاز يعني. اداء مميز جدا السنه اللي فاتت وهدافين الفرقه وهدف افريقيا وهدف الدوري، فمهم جدا ان انت تقعد جنبه خصوصا في الاوقات اللي زي دي. الراجل اشتغل معاه نفسي كويس، كلمناه نفسي كويس، النهارده الحمد لله بيأدي اداء كويس، حتى في ماتش سان داونز ادى اداء كويس جدا يعني بغض النظر ان هو ما سجلش، لكن شريف من اللعيبه اللي الفراوده المميزين جدا، وان شاء الله تكون مهاجم مصر اول ويساعدنا طبعا ويساعد النادي الاهلي ويساعد منتخب مصر ان شاء الله المباراه القادمه برضو وخصوصا بعد عوده الثقه ليه، وان شاء الله اتمنى له التوفيق ان شاء الله المباراه القادمه. طيب النادي الاهلي في كاس الرابطه قدم يعني اسماء جديده من قطاع الناشئين وبالتالي ظهروا بصوره اكثر من رائعه، وبنشوف ان انتوا بيتم الدفع بيهم في بعض مباريات الدوري، ممكن نلاقيهم خلال الفتره القادمه في ظل تتابع المباريات بنعتمد عليهم النادي الاهلي في الدوري ولا مستبعد شويه؟ طبعا موجودين. النهارده كان معانا نصير، الماتش اللي فات كان معانا زياد نزل وسجل، قبل كده كان معانا المغربي كان معانا قبل ما يسافر، فلا بالعكس استفدنا كل اللعيبه اللي موجوده بالنسبه لنا، وان شاء الله الفتره اللي جايه هيكون لهم دور اكبر ان شاء الله. شايف مباراه المريخ القادمه يعني تكون ازاي يا كابتن سامي؟ مباراه طبعا مهمه، مباراه مهمه، مباراه كبيره، ترجعنا تاني للمجموعه، ويمكن موقف زي ده كان مشابه جدا السنه اللي فاتت، يمكن خسرنا من سينبا وتعادلنا مع فيتا، لكن قدرنا الحمد لله نحقق الانتصارات الباقيه ونتاهل وناخد بطوله افريقيا، وده عهدنا على لعيبه النادي الاهلي دايما يعني، عندنا ثقه كبيره جدا فيهم، جمهورهم عنده ثقه كبيره جدا فيهم، وان شاء الله يرجعوا اقوى من الاول، وان شاء الله يحققوا ان شاء الله الصعود والبطوله باذن الله جمهور النادي الاهلي. ايه الرساله اللي بيوجهها الكابتن سامي قمصان المدرب العام النادي الاهلي لجماهير النادي الاهلي قبل المباريات الافريقيه القادمه؟ هو جمهور النادي الاهلي مش محتاج حاجه، جمهور النادي الاهلي دايما داعم بعد ربنا لجمهور للاعيبته وجهازه ولادارته. محتاجينكم اكتر، محتاجين دعمكم اكتر، محتاجين ان انتم تدوا ثقه للعيبه اكتر واكتر، وان شاء الله اعتقد اللعيبه دي ان شاء الله مش هتخذلكم، ودايما ان شاء الله على الوعد ان شاء الله ببطولات وانجازات دايما النادي الاهلي باذن الله. نجم الخلوق كابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي، اشكرك شكرا جزيلا.
اعتقد كده يعني اخبار النادي الاهلي، ويعني اطمنا جدا جدا على الفريق خلال الفتره القادمه من خلال هذا الاتصال مع الكابتن سامي قمصان المدرب العام للنادي الاهلي، اللي قال لسه ما يعرفش هل هم طلبوا تاجيل مباراه بيراميدز، لان ده المهم والعنوان خلال الفتره القادمه، لكنه قال لو مباراه سان داونز هتكون يوم 11 هيبقى صعب قوي النادي الاهلي يلعب يوم 8، تمام، يبقى قدامه 9 و10، لان رحله السفر لجنوب افريقيا بتستغرق 10 ساعات، وبالتالي هيبقى ارهاق كبير جدا 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 للنادي الاهلي. فلو المباراه يوم 11 اعتقد هتبقى المباراه في طريقها الى تاجيل زي ما قال الكابتن سامي قمصان، لكن لو يوم 12 هتتلعب عادي بكل تاكيد. معانا الكابتن تامر مصطفى، والكابتن تامر مصطفى واحد من اصدقائي اللي انا دايما بعتز بيهم، واحد من اللي انا دايما كنت براهن واقول واحد هيكون من افضل المديرين الفنيين اللي هيبقوا موجودين على الساحه، على الرغم من ان هو استلم فريق معظم قوامه انتقل الى الفرق الاخرى، لكن عمل توليفه جديده مع النائب وليد هويدي مع جهاز فني على اعلى مستوى بيقدم مباريات في حدود امكانيات الفريق خلال هذه الفتره. كابتن تامر مساء الخير، منور الدنيا واهلا وسهلا بحضرتك. دكتور ده كلام كبير جدا يا دكتور علينا يا دكتور، ده جزء من حقك والله يا كابتن جدا ليا ان انا موجود مع حضرتك. اشكرك مبارك. اشكرك يا كباتن، طول الوقت داعم، طول الوقت ليك فضل كبير علينا مع الله سبحانه وتعالى، وطول الوقت مؤمن بينا، وطول الوقت بتتكلم في حياتنا كلام كبير، ومتشكر جدا يا دكتور. ده حقك يعني بكل صراحه والله. طيب النهارده مباراه صعبه، مباراه صعبه لان الفريقين الاثنين في جدول المسابقه، يعني الاسماعيلي حاليا المركز الاخير ومصر المقاصه في المركز ال 15 تسع نقاط، ويعني العمليه صعبه جدا. كونك النهارده بتقابل الاسماعيلي في مباراه اكون او لا اكون، ويتقدم الاسماعيلي في الشوط الاول بهدفين مقابل لا شيء، وتقدر ترجع للمباراه مره تانية وتخرج بالتعادل، يبقى اكيد في حاجات كتيره قوي قوي انقالت ما بين الشوطين للاعبي مصر المقاصه. دي حقيقه يا دكتور، صح فعلا، مباراه صعبه جدا، لاعب تيم كبير جدا نادي الاسماعيلي، فرقه محترمه جدا مع جهاز فني محترم، ونادي ليه تاريخ كبير جدا، وبنتمنى له التوفيق في الماتشات اللي جايه. والظروف كمان كانت صعبه جدا يا دكتور، توقيت المباراه كان صعب جدا، احنا خارجين من خساره النادي الاهلي نتيجه كبيره طبعا، وهو كمان الاسماعيلي خارج من خساره الجون على ملعبه في ظروف صعبه جدا برضه، وعايز يخرج كمان من المنطقه اللي هو فيها، واحنا كمان عايزين نتحرك شويه من المنطقه اللي احنا فيها. فكانت المباراه صعبه جدا، كانت فيها تفاصيل كتير جدا يا دكتور، اهمها ان احنا دايما طول الوقت كنت بقول لهم طول الوقت لازم نبقى مركزين، وطول الوقت لازم يبقى عندنا ثبات انفعالي مختلف شويه الماتش ده، وكل شويه طول الوقت لازم نبقى هاديين، لكن الفكره نفسها ان مش عايزين هدايا. المباراه دي عباره بالظبط عن جيم ممكن يبقى اشبه لجيم الملاكمه شويه، ان انت بس اللي هيكسل شويه او اللي هيبقى هيدي هدايا للتاني ايده تسيب شويه، فممكن يبقى في قضيه ممكن تخلص عليك خالص يعني. لكن هي الفكره يا دكتور ان المباراه كانت فيها تفاصيل كتير جدا وتفاصيل صغيره جدا اشتغلنا عليها، اشتغلنا بطريقتين لعب. الشوط الاولاني كنا عايزين نرهق نادي الاسماعيلي ونضغط عليه من فوق شويه، وكنا بنشتغل بفرودين، بنشتغل بخمسه ثلاثه اثنين، وكنا عايزين دايما طول الوقت الكره تخرج بره الملعب عشان نضغط بره الملعب بصوره كويسه بشكل جماعي. ما حالفناش الحظ الشوط الاولاني ان احنا ننفذ اللي احنا عايزينه، خصوصا كمان ان دخل فينا جولين والكوره معانا، يعني حضرتك لو الجولين عدتهم تاني هتلاقي الكوره وهي معانا دخل فينا جولين، فبرضه كان صعب علينا جدا، لكن هديتهم بين الشوطين خالص وغيرنا شكل لعبنا تماما تماما خالص بتغييرين انا كنت محضرهم اصلا كده كده في سير المباراه، ان احنا الشوط الثاني كنا نبدا بشكل ثاني مغير تماما عن الشوط الاولاني، ونضغط على الباكين بقى من بره من فوق بصوره اكبر شويه. والحمد لله رب العالمين. انا اعتقد كمان يا كابتن تامر ان 12 ثانيه في الشوط الثاني وتحرز هدف اول، ده يعني رجعك للجيم بدري، كانك عرس هدف في الشوط الاول بالظبط بالظبط كده. طبعا يا دكتور صح صح، انا قلت لهم اول ربع ساعه مهمين جدا، انا حتى قلت لهم انا فاكر بين الشوطين بالظبط، قلت لهم يا شباب اول ربع ساعه مهمين جدا ان احنا نقدر نسجل فيهم، لان برضه الاسماعيلي كسبان 2-0 يبقى متحفظ شويه، عايز يخرج بالمباراه لبره الامان، لان اول مره هيبقى كسبان جوه الدوري، فاحنا مهم جدا نضغط التوقيت ده، ومهم جدا ان احنا يبقى معانا التوفيق ان شاء الله في اول ربع ساعه. فالحمد لله ما حفظناش هدف، احرزنا هدفين يعني. هل الحظ عند النادي الاسماعيلي النهارده في اهداره لركلتي جزاء النهارده، ضربتي جزاء؟ والله يا دكتور مش عايز اتكلم على ركلتين الجزاء النهارده، لان انا يعني مش حاسس ان هم ركلتين جزاء بصوره كبيره يعني، لكن برضه انا مش هفهم اكتر من حكامنا الكبار اللي عندنا، لكن انا حاسس برضه ان ركلتين الجزاء كان ممكن يتعدي فيهم نظر اكتر من كده، لكن برضه في الاول وفي الاخر اكيد برضه الاسماعيلي ما كانش محظوظ النهارده بضربتين الجزاء دول، اكيد طبعا طبعا يعني.
طبعا بنتمنى لك التوفيق وكان الله في العون. انا عارف ان انت يعني شغال بشق الانفس ودافع من كابتن وليد هويدي، وربنا معاك ان شاء الله، لان مصر المقاصه له اسم دلوقتي في الدوري على مدار السنوات الماضيه، وبتمنى لك التوفيق على المستوى الشخصي الصديق العزيز كابتن تامر مصطفى المدير الفني لنادي مصر المقاصه. ارجع مره ثانيه واقول الاسماعيلي في حاجه غلط، اسماعيلي في حاجه غلط ولازم يستفيق قبل فوات الاوان. انا النهارده وصلت ان انا لعبت 11 مباراه جبت فيهم 4 نقاط، بتزيل جدول المسابقه، تبقى متقدم 2-0 ولك ضربتين جزاء تضيعهم، يبقى مفيش تركيز، مفيش تركيز. ده يعني ده 3 نقط الاسماعيلي ها محتاج عشان يبقى مع إستر كامباني في 6 نقاط اللي فاز بالامس على سيراميكا كليوباترا. لكن ان انت يعني تهدر فوز مهم جدا يرجعك تاني، لا، ما انا زي ما قلت لحضراتكم المدير الفني طالما وصلك وجبت جون واتنين مش هيعمل اكتر من كده، ومعاك مدير فني كويس جدا كابتن حمد، واحد من الناس الجميله جدا في المجال. لكن رسالتي للاعبي النادي الاسماعيلي، حضراتكم بتمثلوا كيان كبير جدا ومحافظه كبيره جدا هي محافظه الاسماعيليه والنادي الاسماعيلي، حضراتكم امتداد لأجيال متعاقبة كان لا يخلو المنتخب المصري من 1 و2 و3 و4 من نجوم النادي الإسماعيلي. فكهة الكرة في مصر كانت النادي الإسماعيلي، متعة كرة القدم في مصر كانت النادي الإسماعيلي. أرجوكم حسوا بجماهير النادي الإسماعيلي، أرجوكم أعيدوا النادي الإسماعيلي لمكانته اللي يستحقها قبل فوات الأوان، لأنها تبقى كارثة لو اللي صحينا لقينا النادي الإسماعيلي هبط للقسم الثاني. غدا الزمالك هيبدأ مشواره مرة ثانية في الدوري العام، والزمالك خلال الفترة الأخيرة تخبط في النتائج، من هزيمة من تعادل أمام بيترو أتلتيكو، ثم أمام ساجرادا في أنجولا، ثم هزيمة من سموحة في الدوري، ثم بعد ذلك هزيمة من الوداد في المغرب، وإقالة أو فسخ التعاقد مع كارترون، وعودة النجم الكابتن أسامة نبيه إلى موقعه في نادي الزمالك كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي مع كابتن أحمد عبد المسعود والكابتن أيمن طاهر جهاز من أبناء النادي. نتمنى للنادي الزمالك أن هو يعود مرة تانية زي ما تمنينا للنادي الأهلي، لأن ده مطلوب للمنتخب أن لعيبة النادي الأهلي ولعيبة نادي الزمالك يكونوا فايقين، يكون عندهم قدر كبير جدا من الثقة بالنفس قبل مباراة السنغال القادمة. كمان نادي الزمالك إفريقيا الفترة اللي جاية بكرة هيقابل فريق بلغة الكورة رزل، بلغة الكورة صعب، بلغة الكورة فريق شفتوا صن داونز كده جنوب افريقي، فريق بيلعب كرة قدم حقيقية مش بتاع تطفيش ولا كورة على، لأ، على الأرض، بيطلع مع مدير فني فاهم، مدير فني قادم بقوة الكابتن علي ماهر، وبالتالي المباراة صعبة لكن هتكلم فيها بالتفصيل. لكن أرجع مرة تانية إلى الإسماعيلي، وانا مليون مره قلتها، انا بين قوسين من دراويش النادي الاسماعيلي، واحد من عشاقه وصعبان عليا قوي الحال اللي موجود فيه، معايا نجم من نجوم النادي الاسماعيلي وواحد من ابنائه المخلصين اللي ايضا كان جيله ينضرب به المثل في العطاء وايضا في الكره الجميله وايضا في حظ البطولات، واحد من المديرين الفنيين اللي اثبتوا نفسهم كتير جدا في انديه عديده، كابتن ابو طالب العيسوي نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر. مساء الفل يا كابتن ابو طالب، منور الدنيا واهلا بحضرتك. مساء الخير يا دكتور ايهاب، ربنا يحفظك ومتشكر جدا على المقدمه، ويا رب باذن الله الامور يعني تعدي على خير ان شاء الله باذن الله. هتعدي ازاي يا كابتن ابو طالب؟ خليني واحده واحده بقى مع حضرتك، تعدي ازاي الاسماعيلي يطلع من الكابه اللي هو موجود فيه؟ والله يا دكتور ايهاب احنا يعني حزنانين وزعلانين ومتضايقين حاجه، يعني احنا طبعا الاسماعيلي ده بالنسبه لنا هو كل حياتنا، واحنا حاسين بالناس وحاسين بالنادي وحاسين يعني بيتصل بيا ناس والله من البحيره ومن كل حته، بيحبوا النادي بيخافوا على النادي. النهارده شفنا الناس في المدرجات حصل لها ايه يا دكتور، يعني كلنا طبعا الوضع طبعا وحش بالنسبه لنا كلنا مش بالنسبه للموجودين بس، لكن احنا انا طول عمري والله يا دكتور بقول ان اللعيبه هي المسؤوله، هي اللي عندها الحل. اللعيبه يا دكتور هو اللي عنده الكلمه العليا، اللعيبه هو اللي يتحمل المسؤوليه، اللعيب اللي لازم يحس بالناس اللي بتقع وبيغمى عليها في المدرجات.
اللعيب هو اللي في ايده، هو اللي عنده العقد، وهو اللي عنده النجاح، وهو اللي عنده الشهره، وهو اللي عنده الماده، وهو عنده الفلوس، هو اللي عنده كل حاجه. فلازم يحس بالحاجات دي، ولازم يدي مقابل الكلام ده. لازم يعني يعرف ان النادي الاسماعيلي ده نادي كبير، نادي عريق، نادي تاريخ، نادي يعني ليه محبين في كل حته في الدنيا. مدينه اسماعيليه هي النادي الاسماعيلي، عشاقها هم جمهور الاسماعيلي، وهم كانوا لعيبه اصلا في الاسماعيلي. يعني احنا كلنا مش عارف اقول ايه يا دكتور، والله يعني النهارده 2-0 الحمد لله، فرحانين ومبسوطين، وقلنا باذن الله اول مكسب والامور تبقى يبقى فيها استقرار، ويرجع الروح تاني، ونرجع تاني الامور بقى خطوه خطوه، مباراه مباراه، والامور يعني نحاول نرجع بذكريات المكسب، ونقف على رجلينا، واللعيبه تاخد ثقه، واللعيبه تاخد جرأه. فوجئنا ان الشوط الثاني حاجه غريبه، وبدري قوي يدخل الهدف الاول، وبعد كده التعادل، وبعد كده نضيع ضربتين جزاء. حاجه غريبه خالص يعني والله يا دكتور ايهاب. انا نفسي والله يا كابتن، يعني انا للاسف ما شفتش المباراه، كنت في مشوار، وبعدين فتحت لقيت الاسماعيلي متقدم في الشوط الاول، قلت لا ده الاسماعيلي فاق، الاسماعيلي خلاص. فوجئت بعد شويه 2-2 وضربتين جزاء ضايعين. لا يبقى في حاجه غلط داخل صفوف الفريق يا كابتن ابو طالب، في مفيش يعني الروح مش موجوده، الثقه بالنفس مفقوده تماما. ازاي نتغلب على الامور دي خلال الفتره الوجيزه القادمه؟ لان مباراه هتسلم مباراه هتسلم مباراه، هلاقي نفسي ببعد تدريجيا وخلاص بتذيل الجدول. بص يا دكتور ايهاب، احنا طبعا مش هنتكلم في المفروض كان يحصل ايه. المفروض مثلا كان يبقى في دعم احسن من كده، افضل من كده في شهر واحد. اللعيبه على الاقل يبقى عندنا 3 أو 4 لعيبه اللي هم الاجانب وعلى اعلى مستوى، وكان ممكن الاماكن بعد كده نفوق بعض اللاعبين. مش هنقول خلاص اللي عدى عدى، واحنا ما قدمناش غير ان احنا بنقول لازم في دوافع جديده. راي الشخص يا دكتور ايهاب يبقى في دوافع جديده، بمعنى النهارده انا اللعيبه الموجوده دي فيها لعيبه كتير محبطه، لعيبه كتير اتعودت على الهزيمه، لعيبه كتير اتعودت على عدم المسؤوليه، لعيبه كتير اتعودت ان مش حاسه بالناس، مش حاسه بالنادي، مش حاسه بقيمه تيشيرت النادي الاسماعيلي. فلازم يحصل تغيير في الفريق، في الهيكل الاساسي للفريق. لازم احط لعيبه عندها دوافع جديده، لعيبه عندها امل، لعيبه عندها تفاؤل، لعيبه عندها عايزه تثبت نفسها، لعيبه عاوزه تقول انا لعيب كويس، انا 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 شرف ليا ان انا ارتدي تيشيرت النادي الاسماعيلي. خلاص اقدر 4-5 لعيبه من اللعيبه دي، ما طب ما انت عمال تخسر بيهم، عمال تتعادل بيهم، يبقى انا عندي لعيبه تانية موجوده مستنيه فرصه. فلازم ادي الفرص. انا النهارده عماد حمدي من احسن اللعيبه في نص الملعب، بعيد خالص بقاله فتره. ازاي عماد حمدي بقى بعيد خالص عن الفرقه او عن التشكيل الاساسي؟ عموما يعني اتفضل يا كابتن. يعني ازاي النهارده انا مثلا جبت لعيب زي حلواني، النهارده الحلواني عنده ان هو اقدر استفيد منه في حاجات في العرضيات بتاعته والكور الثابته. النهارده اقدر استفيد منه في اولا في الكورسات، ثانيا في الكور الثابته سواء فاولات او ضربات جزاء، ثالثا لعيب كبير، لعيب عنده خبره. طب انا النهارده بلاعب الباكين دول وبعض لعيبه في نص الملعب، وحتى سواء المدافعين او المهاجمين، اللي انا بقول ان هم يعني بامانه اللعيب البوليفي واللعيب الارجنتيني بعيد كل البعد عن النادي الاسماعيلي، بعيد خالص. انا لازم احط لعيبه عندها دوافع يا دكتور، لازم لعيبه عايزه تلعب زي ما بقول لحضرتك كده، عايزه تقول للجمهور انا موجود. النهارده انا جدير ان انا اكون موجود في النادي الاسماعيلي، وانا هثبت ان انا لعيب كويس. اخفف اللعيبه اللي عندها عندها خلاص بقى عندها يعني ايه خوف، عندها رهبه، عندها انما خلاص انا بخسر، نفسيتها بقت في الارض. لازم العب لعيبه جديده عندها دوافع ان انا اقدر اثبت وان انا ابقى كويس. زي ما بقول لحضرتك كده، لازم اغير في الفريق، لازم احط لعيبه يكفي عندها روح، عندها ان هي بتحس بالناس. يبقى فنيا يبقى انا اشتغل معاهم، بنقول لحمد والجهاز ربنا يوفقكم، واحنا معاكم واحنا مسندينكم، وربنا يا رب، والاداره احنا بنقول بركه مسندينهم، واللعيبه الجدعان، اللعيبه الرجاله اللي حاسه بقيمه التيشيرت احنا مسندينهم. اللعيبه السلبيه لا، احنا بنقول لفوق، انت بتلعب في النادي الاسماعيلي. ان شاء الله يا كابتن ابو طالب. انا بقول لازم دوافع جديده يا دكتور، لازم لعيبه تخش التشكيل الاساسي 4-5 لعيبه عشان يبقى يوجدوا في امل في الفريق، واقدر احط حد يقدر يعمل لي فرق.
ان شاء الله يا كابتن ابو طالب باذن الله باذن الله. انا اولا بشكرك شكرا جزيلا النجم الكبير نجم النادي الاسماعيلي ومنتخب مصر كابتن ابو طالب العيسوي. ان شاء الله يعني يستفيق الاسماعيلي معاه مجلس اداره على اعلى مستوى، ناس مخلصه، ناس محبه للكيان، معاه جماهير يعني تحرك الصخر، معاه جماهير في مصر كلها، فان شاء الله الاسماعيلي يخرج من هذه الكبه. ازمه في الاتحاد المصري لتنس الطاوله. الانتخابات الاخيره كانت ما بين السيد معتز عاشور والسيد محمد نور. معتز عاشور كان هو الرئيس السابق للاتحاد وفاز في الانتخابات، لكن قائمته خسرت في الانتخابات، فاصبح هو رئيس الانتخاب رئيس الاتحاد مع قائمه ثانيه، باستثناء طبعا كان في عضوين اثنين موجودين بمسانده من معتز عاشور ومن محمد نور، كان كابتن عصام زيدان والكابتن رمضان عبد الله. لكن دلوقتي وده دايما اللي انا بقوله، لما يكون في قائمه واحده هيبقى في تجانس، يبقى في تناغم على الترابيزه، يبقى مفيش حد معارض، حتى لو اتعارضوا بيبقى للصالح العام. لكن دلوقتي في لخبطه كبيره جدا هكلمكم عن تفاصيلها، عن تفاصيلها بعد الفاصل. هيكون معايا الاساتذه عصام زيدان ومحمود لاشين عضوي الاتحاد المصري لتنس الطاوله، وماذا عن هذه المشكله القائمه الان بعد ان كنا يعني في ناحيه مشرقه جدا بحصولنا على المركز الخامس في الاولمبياد الاخيره، وعندنا اولمبياد باريس 2024 وبنستعد ليها. ده كله هيكون معانا بالتفصيل بعد الفاصل. توجيه فخامة الرئيس بالاهتمام بكل المواهب وكمان تسويق هذه المنتجات، وولادنا والنشأ معامل الكبير جدا لولائهم وانتمائهم، حتى روح القيادات معالي المحافظين واحنا موجودين قريبين لولادنا باستمرار، ودي يعني حاجة بنشوفها في الدولة المصرية مع التطوير الكبير اللي موجود من فخامة الرئيس وقربه إلى كل مواطن. في الحقيقة احنا كمان بننفذ ده على أرض الواقع زي دولة رئيس الوزراء، منظومة متكاملة أكيد بنقدمها في شكل تكاملي. يمكن النهاردة بدأت فعاليات النسخة الثالثة من أولمبياد المحافظات الحدودية بماراثون كبير جدا شارك فيه 1000 شاب وفتاة من 6 محافظات، هي محافظة الوادي الجديد والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء ومحافظة أسوان. مهم جدا أن يكون في يعني تكثيف للأنشطة، وأنشطة كمان مستحدثة ومختلفة للمحافظات الحدودية وفقا لتوجيهات القيادة السياسية. النهاردة بالفعل شارك الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعه اللواء محمد زملوط محافظ الوادي الجديد، وأيضا اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، شاركوا في الماراثون وكانت مسيرة هامة جدا بنأكد من خلالها هو يعني الهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ومشاركة الحكومة لشبابنا وأبنائنا من كل المحافظات. برحب بحضراتكم مرة ثانية. الجزء الأول في ضيوفنا النهاردة مشكلة موجودة في اتحاد من الاتحادات القوية في مصر، من الاتحاد اللي لعبته منتشرة في مصر كلها، مفيش واحد فينا ملعبش تنس طاولة حتى على سبيل الهواية، فاللعبة منتشرة جدا في مصر. اللعبة في الأونة الأخيرة حققت نجاحات، شفنا في الأولمبيات الأخيرة وعمر عصر لما بيحصل على المركز الخامس وأكثر من نجم تقدم في التصنيف الدولي، عشان كده استبشرنا خير بما هو قادم. لكن دائما الانتخابات وتبعيات الانتخابات إذا لم يكن هناك توافق بين من يعني موجود داخل الاتحاد، سواء كان اتحاد تنس أو اتحاد آخر، زي ما قلت لحضراتكم عندنا اتنين دخلوا على الرئاسة، كابتن معتز عاشور الرئيس السابق والسيد الأستاذ محمد نور اللي كان متقدم للرئاسة ضد كابتن معتز عاشور. كابتن معتز عاشور نجح، لكن القائمة الخاصة بالأستاذ محمد نور نجحت هي الأخرى، وبالتالي أصبح رئيس بلا قائمة، وده بيسبب مشاكل كتيرة جدا لما بتيجي بتناقش على الترابيزة أمور كتيرة جدا. ممكن يقولك لا ده الأغلبية في الناحية التانية تفكير غير تفكيري، فمفيش تجانس، وبالتالي في أزمات كتيرة جدا داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والنشاط المحلي مفيش، الدنيا كلها متوقفة، واحنا المفترض بنسابق عشان استعدادات باريس 2024. هطرح المشكلة النهاردة وأيضا للكابتن معتز عاشور حق الرد فيما سيقوم ضيفي الكريمين الآن بسرد داخل هذه الحلقة. برحب أولا بضيفي الكريمين المستشار عصام زيدان
عضو الاتحاد المصري لكره او لتنس الطاوله، منورني وسعيد جدا بوجود حضرتك معايا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، وانا سعيد طبعا بالبرنامج الجميل بتاع حضرتك. شكرا. وبهنيك على البرنامج ده، لاننا طبعا ملاحظين كلنا ان البرنامج ما شاء الله. شكرا. يعني شكرا. الله يخليك. الله يخليك استاذ محمود لاشين، ايضا عضو الاتحاد المصري لتنس الطاوله اللي منورنا النهارده، منور الدنيا محمود بيه. حضرتك متشرفين بوجودنا مع حضرتك هنا، ونتمنى ان شاء الله يعني من تقدم لتقدم برنامج يكون من نجاح لنجاح ان شاء الله. على فكره انا بلعب تنس طاوله كويس جدا، يعني عايزين نلعب. خلاص لينا ماتش مع بعض. احنا جاهزين لينا ماتش مع بعض. طيب ايه اللي حصل؟ والله اللي حصل ان احنا نتيجة الانتخابات ظهرت يوم 15 يناير. يناير انتوا كنتوا اخر كنا اخر الاتحاد بعد اتحاد القدم. تمام. 15 يناير توقعنا من بعد النجاح ان الرئيس الاتحاد الكابتن معتز عاشور ان هو يدعو الى جلسة تاني يوم مثلا او تالت يوم، لكن فوجئنا ان هو ما عملش جلسة. و مع الضغوط والطلبات مننا يا كابتن معتز في ملفات كتيرة متأخرة، وحضرتك تعلم طبعا الانتخابات دي كانت أصلا كان محدد لها من شهر 8 اللي فات، وتأجلت مرة واتنين واتلغت وكده لغاية ما اتعملت في يناير في 6 شهور، وفي حاجات كتير متأخرة وحاجات كتير متأجلة وملفات كتير جدا متأجلة. فتحت ضغط عملنا الجلسة بإذن الحمد لله يوم 1 فبراير. يعني أول جلسة كانت بعد الانتخابات ب15 يوم. ب17 يوم. طيب كان 15 عملتها 1 فبراير. تمام. في الجلسة دي يعني رحبنا ببعض وكنا بنهني بعض على النجاح، وإن شاء الله اتفقنا إن احنا بإذن الله يعني هيبقى الأيام اللي جاية تبقى أيام أفضل ونتعاون مع بعض وكده وتمام. ولكن اللي حصل إن احنا في بداية الجلسة نظرا للملفات الكتيرة قوي دي اتفقنا ان احنا هنعمل الجلسة تكميلية يوم امتداد الجلسة. امتداد ممتد. ممتدة يوم 5/2 بعدها باربع ايام، نظرا لان في حاجات كتير قوي معلقة. والجلسة بدأت الساعة 7 لغاية الساعة 2 بالليل بنناقش وبناخد في قرارات وحاجات. 7 ساعات متصلة وما خلصناش مثلا عشر الحاجات اللي احنا جدول الاعمال. فبناء عليه اتفقنا ان في جلسة يوم 5/2، ده كان في بداية الجلسة والكل وافق عليه. حضرتك تعلم ان المجلس بيتكون من 7 رئيس ونائب و5 اعضاء، وفي 2 اللي هم الدكتور علاء مشرف والمهندس خالد صالحي بصفاتهم الدولية كانوا حاضرين في الجلسة. مين النائب اللي موجود في المجلس؟ الكابتن حسني فؤاد. تمام. المهم ناقشنا حاجات كتير وبطولات دولية وحاجات ارجعناها لجلسة 5/2 اللي اتفقنا عليها. وجينا في النهاية بنناقش جزئية الإعداد لباريس 24. تمام. كان من ضمن خطة الإعداد موضوع المدربين والمديرين الفنيين، تجديد الثقة أو اختيار الأجهزة الفنية. هو بيقال إن إحنا أقلنا المديرين الفنيين، إحنا ما أقلناهمش. المديرين الفنيين أصلا عقودهم انتهت في شهر 9 اللي فات. تمام. وتم مدها شهرين لتنتهي في نهاية 11. احنا نجحنا في الانتخابات في 15 يناير، يعني بعد الكلام ده بشهرين وشوية. طيب كنا قدام حاجة من 2 ملهاش تالت، اما ان احنا نجدد التعاقد او ان احنا نغير. تمام. لما شفنا بصينا لقينا في بعض الحاجات بتحكمنا. لقينا خطاب جاي من اللجنة الأولمبية في شهر 8 اللي فات. الخطاب بيقول ان اذا كان تعاقد الكابتن ماجد عاشور لازال قائما انهو. هو شقيق رئيس الاتحاد. ده الجواب موجه من اللجنة الأولمبية للاتحاد المصري. فلما شفنا الجواب ده يعني خلي حضرتك مكاننا، نعمل ايه؟ نتصرف ازاي؟ هل نجدد؟ يبقى ده يخالف الله. فهو اصلا العقود كانت منتهي. طب نعمل ايه؟ فخدنا قرار بان احنا هنعين مديرين فنيين. ده كان التعاقدات للمنتخب الاول ولا كل المنتخبات بالاعمار المختلفه، اعمار سنيه؟ كله. تمام. اتفقنا يعني احنا صوتنا على جزئيه التجديد ام التغيير. نتكلم في تجديد ولا تغيير. واتفقنا خدنا تصويت على الجزئيه دي، كانت نتيجه التصويت ده 6-1. واعتذر الدكتور علاء مشرف
عن التصويت لاستشعار الحرك طبعا عشان منتخب السيدات، عشان الكابتن اشرف حلمي، واعتذر كمان زوج بنته، واعتذر كمان زوج اخته، زوج اخته انا عارف، واعتذر الاستاذ معتز عاشور برضو عشان اخوه امتنعوا عن التصويت، والسبعه التانيين خدوا تصويت، فكانت النتيجه 6-1. بعدها قام الكابتن معتز عاشور والدكتور علاء مشرف وما كملوش الجلسه، وده كان اخر قرار في الجلسه يعني، ما كانش في حاجه ثانيه يعني، ده كان اخر نقطه. مضينا على المحضر كلنا بما فينا المهندس خالد الصالحي على الكلام اللي احنا والقرارات اللي احنا خدناها، وجينا يوم 5-2 عشان الجلسه التكميليه نعقدها حسب الاتفاق اللي احنا متفقينه. فوجئنا ان الاتحاد مقفول وفي تعليمات للموظفين ما يفتحوش وبتاعهم عشان ما نعملش جلسه. طب ليه يا اخوانا؟ طبعا الاتحاد لا تعليق، مقفول، اتحاد مغلق. عملنا محضر اثبات حاله في القسم بان باثبات حاله ان الاتحاد مقفول عشان ايه اللي تم بعد كده يا محمود بيه؟ اللي تم بعد كده ان احنا رحنا على الميعاد، في عندنا محضر مجلس اداره موجود بيقول ان في اجتماع يوم 5-1 5-2 الساعة 7 مساء. رحنا على مقر الاتحاد، لقينا الاتحاد مغلق، الموظفين قال لك الكابتن معتز عاشور عطينا قايل لنا مفيش اجتماع ومفيش حد يروح ومحدش يفتح المقر. يا جماعة ده في موافقة وفي كلام، قال لك لا الكابتن معتز هو اللي قايل وهو اللي احنا ما نقدرش نكسر كلامه لأنه هو رئيس الاتحاد وهو اللي من حقه يدعو للاجتماع في كيفما يشاء يعني، ودي بردك احد بنود اللائحه المغلوطه او اللي فيها عوار او فيها اي حاجه، لان بيدي الرئيس الاتحاد هو ليه السلطه الوحيده انه يدعو لمجلس اداره كيفما يشاء، مره في الشهر، مره كل شهرين، ما فيش حد في ايده سلطه تانية ولا اعضاء مجلس اداره ولا اي شيء يعني. احنا 6 انفار او 7 انفار او 8 انفار في المجلس ملناش اي راي قصاد رايه ان هو يحدد اجتماع مجلس الاداره، هو بند في ايده فبيستغله لمحاوله لائحه خاصه باللائحه الخاصه اللائحه الخاصه بالاتحاد تنس الطاوله اللي برضك من ضمنها بند ممنوع اي عضو مجلس اداره انه يتعاقد او بالعقد مع اي حد من قرايبه للدرجه الرابعه. يعني هو في نفس اللائحه بند بيمنع تعاقد القرايب للدرجة الرابعة، فهو بيتغاضى عنه، وفي نفس اللائحة بند بيديله حق ان هو يدعو المجلس الإدارة في أي وقت هو عايزه بيستغله، يعني هو مش من اللائحة بياخد اللي على مزاجه وبيسيب اللي على مزاجه. هو في بعض المفسرين يا دكتور بيقول لك ان البند ده بيتكلم على العمليات التجارية او الحاجات مش على النواحي الفنية، مناقصات مالية والحاجات مثلا بعد الفصل قد يكون قد يكون، لكن الخطاب اللي جاي من الأولمبية اللي بيقول كده ده بيحدد وفي خطاب موجود جاي من وزارة الشباب والرياضة بيقول ان جاي في 2018 ان التعاقد مع الكابتن اشرف حلمي والكابتن ماجد عاشور مخالف للائحه. والجواب ده لما احنا عرضنا عليهم الجوابات دي قال لك احنا اول مره نشوف الجوابات دي. يعني لما طلعنا الجواب بتاع اللجنه الاولمبيه في الاجتماع مجلس الاداره وريناه للكابتن معتز قال لك انا اول مره اشوفه، وريناه للدكتور علاء قال لك انا اول مره اشوفه، كابتن خالد الصالحي قال لك اول مره اشوف الجواب. فهل يعقل ان مجلس اداره كامل جواب يجي من اللجنه الاولمبيه في شهر 8 واحنا في شهر 2 يعني بعديها بقى اكتر من 4 6 شهور ما حدش يعرف عنه حاجه، في رئيس الاتحاد ما يعرفش عنه حاجه ولا المجلس القديم ولا المجلس الجديد، المجلس الجديد اللي لسه اول اجتماع بيطلع الجواب بيقول لهم الجواب اهو، بيقول لك احنا اول مره نشوف الجواب ده. تمام، اشوف انا اتفضل معانا يعني من اللجنه الاولمبيه الاستاذ مدير التنفيذي الاتحاد المصري لتنس الطاوله، تحيه طيبه اولا في التظلم، كل التظلم ده ثانيا في التظلم مقدم من وائل سعد شنوس محمد انت مش عارف ايه، ثانيا احالت صور الشهادات المقدمه في ملف التظلم لجنه الهيئات، ثالثا انهاء تعاقد السيد ماجد عاشور مدير فني الاتحاد في حاله ثبوت استمرار علاقته التعاقديه حتى تاريخه. ده المستشار ايمن عبد الرحمن نائب رئيس هيئه قضايا الدوله. شوف تاريخ الخطاب يا دكتور، المستشار القانوني تاريخ الخطاب 9/8/21 يعني ده كان قبل مجلسكم. قبل مجلسنا خالص، قبل مجلسنا بحوالي 4 5 شهور قبل مجلسكم ما كانتش برضك هي ديت نقطه الخلاف يعني اللي
الاوليه او الجوهريه كان في نقط خلافات كتير. احنا لما طلبنا ان احنا مثلا مجلس جديد، احد سلطات مجلس الاداره ان هو يبقى مسؤول عن الاتحاد بكل مشتملاته، بكل كل حاجه في الاتحاد احنا مسؤولين عنها وهنسال عنها. طلبنا ان احنا نعمل لجنه نكشف عن الارصده الماليه، نعرف الارصده الماليه اللي في الاتحاد، ايه المدينيات اللي عليه، ايه الفلوس اللي ليه، ايه المخازن اللي موجود فيها ايه. ما قبلنا بالرفض الشديد، وكابتن معتز عايز ده شيء طبيعي جدا في اي اتحاد، بنعرف مواردنا 1 2 3، مديونياتنا 1 2 3، علينا للضرايب 1 2 3، بيدخل لنا من هنا قد ايه، بيدخل من هنا قد ايه، عندنا كذا. ده كل احنا اخذنا قرار في المجلس بتشكيل لجنه من اعضاء مجلس الاداره، استاذ عصام واستاذ احمد رضا، ان احنا نكشف على الحاجات دي، نبقى عارفين الاتحاد عندنا ارتباطات مهمه جدا. صح. في تجهيز لباريس، عايزين نعرف يعني الناس هنصرف ازاي، في فلوس ايه في الاتحاد، التجهيز هيكون ازاي، المنتخب ده قوامه ايه، يعني حق بسيط لينا بيدهولنا، بتديهالنا اللائحه وبيدهولنا العقل والمنطق. اسمه مجلس طبعا. ففوجئنا بان برضك الكابتن معتز كاتب تعليق ان هو يرفض هذا الكلام. طب يعترض إيه؟ عليه ده في بقى يعني هل تم اعتراض على الجلسه الاولى؟ لا، في القرار، في الجلسه ما كانش فيه اعتراض، انما لما بيجي يوقع بيوقع بالاعتراض على ما على محضر الجلسه السابق، بيوقع بالاعتراض. هو وقع بعديها بثلاث ايام. بعديها بثلاث ايام ايه الاعتراض بقى عنده؟ كاتب اعترض على المقترح، اللي هو المقترح اللي بيقول تشكيل لجنه متابعه ماليه لمراجعه والاطلاع على كافه الحسابات الماليه ومطابقتها حسابيا ودفتريا، ومراجعه حسابات البنوك والمطابقات البنكيه، ومراجعه المخازن الادوات اللي فيها والحاجات والارصده المخزنيه. فهو ده اعتراض. خدنا قرار في الجلسه. اللي يخليه يعترض على حاجه زي كده يعني؟ احنا معلش حضرتك، احنا داخلين عايزين نشوف الحاجات اللي عندنا، ايه الحاجات اللي تحت ايدينا نقدر نشتغل عليها، ايه الحاجات اللي في المخازن، ايه الادوات اللي في المخازن، ايه الماليه اللي في الاتحاد، علشان نبقى عارفين. صحيح. احنا هنسال على الحاجات دي النهارده. لما بيجي اي حاجه او يجي دعم من الوزاره ويتصرف في مكان او في محل غير محله، الوزاره هتسال مجلس الاداره انت ليه احنا باعتين لك مبلغ قد كده، انت صرفته في حته ثانيه، فاحنا ايه المشكله اللي احنا نطالب بالحاجات دي؟ بنطالب بهيكلة. دي كانت أول جلسة لينا يا دكتور. دي أول هيكلة جلسة الاتحاد، بنطالب إن احنا نشوف الهيكل بتاع الاتحاد. إيه المشكلة؟ ما تمش الاتصال باللجنة الأولمبية، ما حدش دخل لحل المشكلة؟ لا خالص، لم يتدخل حد، واللجنة الأولمبية على علم تام بكل صغيرة وكبيرة حصلت وكل اللي احنا بنحكيه ده، وصورة المحضر ده اتسلمت للجنة الأولمبية، واللجنة الأولمبية تعلم كل شيء. بصراحة هي اللجنة الأولمبية لسه يعني، لكن أنا أتوقع أن هيكون ليها تدخل، لأن اللجنة الأولمبية طبعا هي اللي ليها. هل حد من حضراتكم تواصل مع الكابتن معتز عاشور، ولا طرق الاتصالات بينكم منقطعة تماما؟ ما بيتصلش بأي حد. لا، هو ما فيش اتصالات بيننا وبينه، هو قاطع الكلام ده خالص. حتى الناس بتتصل بيه من المدربين أولياء الأمور، بيسألوا على النشاط المحلي اللي واقف، النشاط الدولي، الناس اللي عايزه تسافر بطولات خارجيه، ما بيردش على حد. يعني هو النشاط شبه متوقف يا دكتور. لا، هو مش شبه، هو النشاط متوقف فعلا. الدوري الدوري داخليا وخارجيا احنا مش عارفين، احنا يعني في تخبط شديد. مفيش دوري شغال؟ مفيش دوري شغال. في مرحله الدوري خلص، المرحله الاولانيه بتاعته، والمرحله الثانيه كانت المفروض هتبقى في شهر 3. احنا لحد النهارده عايزين نعمل اجتماع، او يعني المفروض كنا نشكل لجنه المسابقات ولجنه اللجان اللي هتدير الموضوع دوت، والمفروض كان الاجتماع، هو لغى الاجتماع. يعني في تعنت في استمرار الوضع، يعني ان العجله تمشي، الوضع يستمر، في تعنت في استخدام السلطه ان احنا نكمل حتى الموسم. يعني ليه ما خدتوش اجراء سريع ان انتوا عملتوا لجنه ورحتوا اللجنه الاولمبيه، او قابلتوا الدكتور اشرف صبحي عشان يتدخل في حل المشكله؟ رحنا يا باشا، رحنا الوزاره وقابلنا الاستاذ محمد الكردي، وقابلنا الدكتور عادل رضوان، وشرحنا لهم وحكينا لهم كل حاجه، ووعدونا ان هم هيتدخلوا، يعني هيرتبوا ميعاد مع معالي الدكتور اشرف صبحي، على اساس ان هو برضه هو كبير الرياضه في مصر يعني، والراجل اكيد. وبالمناسبه دي طبعا انا بشكره وبهنيه طبعا على الشغل الكبير اللي هو عامله ده،
وتعديل الجديد اللي بيعمله في قانون الرياضة ده إن شاء الله يعني خلاص قرب يخرج للنور، وده هيكون ليه تأثير كبير في إصلاح حاجات كتيرة يعني. هل في قضية لإلغاء الانتخابات الخاصة بالاتحاد مؤخرا؟ في قضية اترفعت، ودي قضية بصراحة يعني الواحد مش عارف يقول عليها إيه. يعني مين اللي رفعها؟ رفعها الكابتن وليد محمود والأستاذ هشام أبو حشيش. ده كانوا في دول كانوا في قائمة الكابتن معتز عاشور، ومعاهم الكابتن عصام والاستاذ رمضان، كانوا في قائمه واحده. انت حضرتك كنت في القائمه بتاعت المعتز رافعين عليهم طعن، يعني هم كانوا في قائمه واحده ورافعين عليهم طعن ببطلان ترشيحهم ونجاحهم. يعني تخيل يعني رافعين عليكم انتوا فقط؟ لا، رافعين دعوه في مركز التسويه والتحكيم اللي في اللجنه الاولمبيه بيطلبوا الغاء نتيجه الانتخابات كليا، مش علينا احنا تحديدا. ده بالاضافه الى شكاوى اخرى مقدمينها فينا احنا الاثنين يعني. والله اعلم بقى من وراء هذه يعني ازاي احنا نبقى كنا زملاء مع بعض في قائمه واحده وبنلف مع بعض على الانديه وبناكل مع بعض. هل الكابتن معتز عاشور هيحلم بالغاء الانتخابات وبالتالي اجراء انتخابات ثانيه ويدخل من جديد؟ ما ده برضه سؤال محير. وارد يا باشا. ما الله اعلم، هو احنا ما نعرفش اللي عنده ايه او النوايا بتاعته فيها ايه او ايه اللي بيجرى، بس الوضع لما تبص على الصوره من بره كده لا، هم عايزين. حضرتك قلت في بدايه الحلقه ايه؟ قلت ايه؟ قلت رئيس مع مجموعه من قائمه ثانيه فليهم اغلبيه التصويت، فقد يكون هو بقى يعني ما تعرفش. هي في حاجه في الحته دي، بس ان الكابتن عصام والاستاذ رمضان عبد الله كانوا مع الكابتن معتز في القائمه الواحده، بس لما احنا تناقشنا في موضوع هم يعني احنا تناقشنا في احنا في حته انا مش ماشي مع القائمه على طول خط، طالما ان المصلحه تصب في اتجاه معين مع المصلحه الوطنيه. هو مكان هو كان داخل الانتخابات معاه في القائمه بتاعته، بس لما تناقشنا في موضوع هو الراجل قال لك انا مع وجهه النظر دي، مع بقى الكابتن معتز او ضده، هو وقف وقناعاته الشخصيه وضميره وفكره وقف مع فكره. هل ان وقوفه مع الفكره دي كانت مع فكره رئيس الاتحاد او مش معاه؟ هي دي بقى هنا. طب اللجنه الاولمبيه قالت ايه؟ على ايه؟ ما قالتش لغايه دلوقتي، مفيش تعليق. لا تعليق، ما قابلتوش حد؟ لا لسه، حتى الان لسه. ما تنساش حضرتك ان الكابتن معتز برضه عضو في مجلس اداره حتى لو عضو، يعني المهندس هشام حطب يعني في لوائح والله بيمشي بيها. احنا منتظرين بقى، احنا منتظرين المهندس هشام حطب يتدخل ويحل المشكله دي على اعتبار اتحاد التنس طاوله، ما هو تبعه برضه في اللجنه الاولمبيه يعني. هو الراجل المفروض ان هو ده واجب بقى، لان احنا عايزين. احنا عندنا دلوقتي المفروض في اولمبياد جايه بعد سنتين، مش بعد خمس سنين ولا اربع سنين، ده سنتين. عندك لعيب زي عمر عصر، يعني راجل واخد خامس في الاولمبيات اللي فاتت. عندك واحده زي هنا جوده بطله او رقم مصنفه رقم واحد على العالم تحت 15 سنه. عندنا احمد علي صالح بطل افريقيا في اخر بطوله، مريم الهضيبي بطله افريقيا في اخر بطوله. في ناس عايزين نشتغل ونعدها اعداد كويس عشان يعملوا نتائج كويسه في باريس، بس للاسف الدنيا واقفه، النشاط واقف، الحالة متجمدة. طيب الدوري المحلي مش عارفين نكمله. طيب اكيد لكم مطالب في اللائحة اللي انتوا بتقولوا فيها عوار. ايه اهم المطالب اللي انتوا عايزين تغيروها فيها؟ واللائحة لازم بتعرض على جمعية عمومية. طبعا لازم جمعية عمومية ولازم غير عادية تصويت. عايزين ايه اللي انتوا عايزينه فيها في اللائحة؟ لا، في اللائحة فيها بنود كتير عايزة تتعدل، ده فيها بنود يعني غير مطابقة دستوريا، يعني بيبقى فيها تمييز بين ان اللي يخش مجلس الإدارة يكون معاه مؤهل عالي. كان مجلس الشعب ما فيهوش كده، يعني مجلس الشعب ما فيهوش ان اللي يخش مجلس الشعب اللي بيسن قوانين البلد والدستور بتاع البلد. المادة 49 يا دكتور كمان، المادة 49 بس معظم الاتحادات كده مؤهل عالي. ممكن استثني من ديت مؤهل عالي للمنصب الرئيس او المنصب النائب، انما الاعضاء مش لازم. لو تاخد رايي اقول لك لا لازم. لو تاخد رايي بند مفيش مشكله. احنا يعني تاخد رايي عشان ده بند مش هيأثر يعني في ما هو في عشان انت عندك في مجلس الشعب، انت ما بتنساش اللي كان في حاجه اسمها العمال والفلاحين يكونوا ممثلين، ان ده مجلس الشعب. لما اجي في اتحاد معين انا عاوز الخبرات، تمام؟ يعني مثلا ايه، هدخل كلنا مؤهل عالي، لو مثلا لعيب فاز مثلا وكمان ممكن امسكه اللجنه الفنيه، امسكه كذا، فهمتني؟
ده انا رايي حضرتك، احنا بنتكلم في وجهات نظر، ما انا ممكن انا اعرض اقتراح وما يوافق او ما يوافقش، مجلس الاداره يرفضه، هل معنى كده ان انا اطلع واهاجمهم واحاربهم؟ من اهم العوار اللي واضح جدا في اللائحه الماده 49 اللي بتعطي حق الدعوه الى عقد جلسه مجلس اداره فقط لرئيس الاتحاد. ليه ما يكونش مثلا لو تلت او تلتين الاعضاء او نص الاعضاء يدعو الى عقد جلسه ما تتعملش ليه؟ طب رئيس الاتحاد زي ما احنا عايشين الواقع ده سعادتك، لما رئيس الاتحاد ما يدعوش هتعمل له ايه؟ لا صح، انا معاك، يفضل النشاط واقف كده. في اللائحه، في بند في اللائحه بيقول ان نائب الرئيس بتخول اليه كل سلطات الرئيس في ظل غياب رئيس مجلس لو هو خارج البلاد. حضرتك كان الكابتن معتز عاشور في مسافر في المغرب في اجتماعات الجمعيه العموميه للاتحاد العربي، فسلطاته تقول لنائب رئيس، نائب الرئيس رحنا عملنا اجتماع في مجلس الاداره، نائب الرئيس دعا الى عقد دعا الى اجتماع طارئ ورحنا وعقد مقر جلس الاتحاد وعملنا اجتماع طارئ. لك ان تتخيل ان المدير التنفيذي للاتحاد ساب الاتحاد ومشي علشان الكابتن معتز قال له ما تحضرش الجلسه. احنا رحنا نعمل اجتماع ما لقيناش المدير التنفيذي. لما انتم من حقكم تغيروا المدير التنفيذي كمجلس اداره، ما هو فين عارفين فين الاجتماعات؟ ما احنا عايزين عشان ناخد القرار ده يا دكتور لازم نعمل جلسه. مش عارفين نعمل فين الاجتماعات ده يعني دي القرارات اللي احنا اخدناها قال لهم ما لكمش دعوه بيها، ما دولت القرارات اللي اتخذت في الاجتماع الطارئ. كابتن معتز او يقال ان الكابتن معتز قال للموظفين ان القرارات دي ما كانها لم تكن. طبعا احنا مش هنتكلم على موظفين لان دولت انا معك، احنا يهمنا اللعبه دي. مشكله بكل تاكيد لابد من تدخل اللجنه الاولمبيه سريعا، لابد من تدخل دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، لان هو طبعا يعني كبير الرياضه هو اللي بيدير طبعا بكل تاكيد في كافه الاتحادات، وبالتالي هي ازمه ستؤثر سلبا على قوام منتخب مصر اللي احنا تنفسنا صعداء مؤخرا ان احنا نحتل. كانت الصين دايما ودول شرق اسيا مهيمنه على اللعبه في البطولات والمحافل الدوليه، ولقينا عندنا بطل زي عمر عصر بيحصل على المركز الخامس، وعندنا هنا جوده بسم الله ما شاء الله تبشر بالخير كمستوى بطولات العالم مصنفه، وعندنا يعني لاعبات ايضا ظهروا مستوى اكثر من رائع في الاولمبيات الاخيره. فحرام المجهود اللي عملناه السنوات اللي فاتت نلاقيه بيضيع هباء. كمان باكد ان من حق كابتن معتز عاشور حق الرد كاملا، ان الراي والراي الاخر احنا هدفنا المصلحه العامه للعبه تنس الطاوله. ان شاء الله هنلتقي قريبا تكون المشكله اتحلت ان شاء الله، نبدا نتكلم نتمنى الامور الفنيه للنهوض في لعبه تنس الطاوله وليست مشكله على الارض. نتمنى ان شاء الله اقرب فرصه. كابتن عصام زيدان معانا الشهر، نورتني وشرفتني. ربنا انا اللي نورت وشرفت، ربنا يخليك. اشكركم شكرا جزيلا. محمد ابراهيم نجم طبعا سيراميكا كليوباترا واللاعب الكبير، كل سنه وانت طيب يا ابو حميد، عيد ميلاد سعيد. وكابتن احمد ناجي ايضا الشاعر والمدير المدرب حراس المرمى لمنتخب مصر السابق والمدرب الحالي لحراس المرمى في نادي سموحه، كل سنه وانتم طيبين. سيبكم مع يعني تهنئه اليوم، وانضم الي كابتن محمد حشيش نجم النادي الاهلي وحوار في كره القدم. برحب بحضراتكم مرة ثانية، والفصل الأخير في حلقتنا أو العرض الأخير في حلقتنا النهاردة بيشرفني فيه واحد من النجوم على المستوى الرياضي، قدم كتير جدا مع النادي الأهلي وحفر اسمه في صفوف النادي الأهلي كواحد من صخرات الدفاع داخل هذه القلعة الكبيرة. أيضا على المستوى التحليلي بتستمتع وانت بتسمع له بآرائه بكل رأي يصب في صالح الرياضة المصرية، آراء متزنة جدا بتتسم بالعمق والتحليل الكبير. النجم الكبير كابتن محمد حشيش نجم النادي الأهلي، الدنيا كلها منورة وسعيد بوجودك كابتن. ربنا يخليك يا دكتور، انا اللي سعيد. ربنا هاجي زيك يعني، لا 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 ربنا يخليك. دايما نبدأ من مباراة الدوري النهارده. تمام. الأهلي
استعاد شخصيته مره ثانيه. ايه اللي حصل في مباراه سان داونز تمام الاخيره وهزيمه مفاجاه للنادي الاهلي، والاهلي اليوم يستعيد بريق النادي الاهلي وكبرياء النادي الاهلي في مباراته النهارده امام فاركو برباعيه مقابل هدف. هو طبعا لو اتكلمنا على مباراه سان داونز دي كانت مباراه ومحطه مهمه للنادي الاهلي. لاول مره جمهور النادي الاهلي برغم خساره النادي الاهلي وعلى ارضه ما يكونش زعلان بالقدر الكبير بتاع اي خساره للنادي الاهلي، لان هو حس ان اللعيبه يعني ادت اللي عليها وكان ماتش كويس. النادي الاهلي كان تقريبا مستحوذ وضاغط على سان داونز تقريبا خلال الماتش كله، ضيع فرص وكان له خطوره هجوميه في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني، ضيع اكتر من فرصه، ودي يعني هترجعنا لحته بقى المشكله الاساسيه عند النادي الاهلي هي عمليه اهدار الفرص. لان انت مش في اي ماتش هتضيع فرص وتقدر تحرز تعوض. انما مع الفرق الكبيره او الكويسه اللي لها باع برضو خبرات ولعيبه عندها خبرات زي سان داونز، ده اللي حصل بقى ان انت اهدرت فرص، وفي نفس الوقت من هجمتين هجمه خطر على النادي الاهلي الراجل لعبها بالعرض بس ما نتجش عنها حاجه، والكره الثانيه هدف وللاسف كان في توقيت صعب ان انت تقدر تعوضه. انما هي مباراه زي اي مباراه في دوري المجموعات. النادي الاهلي يمكن عودنا خلال السنين اللي فاتت برضه يبقى في دوري المجموعات بيمشي كويس ويتعثر بعض المباريات، انما بيقدر يتاهل سواء اول او تاني، ما بقتش فارقه ان انت تتاهل بقى مش عارف الاول او كذا تأهل بعد كده خلص. لان انت في الاول كنت بتقول ايه لازم ابقى اول مجموعه عشان ابعت انذارات للفرق الثانيه. النادي الاهلي مش محتاج انذارات لانه بطل القاره اكتر من مره. فالهزيمه يعني ما كانتش يعني كارثيه زي ما قبل كده بالظبط كده، انما عدت وان شاء الله النادي الاهلي قادر انه يعوض. عنده ثلاث مباريات على ارضه، المباراه الرابعه في سان داونز ممكن يبقى وصل لها، هو مش محتاج منها حاجه انه يكون اتاهل. بس كان لازم على اللعيبه بقى ان في اول مباراه هو هيلعب المريخ الاول وبعد كده سان داونز وبعد كده وبعد كده الهلال لهم. كان على اللعيبه وعلى الجهاز الفني انه يغير الصوره على طول. وكان لازم ان هو وان كانت بطوله ثانيه بطوله الدوري اللي هو ماشي فيها كويس انه يكسب المباراه، ومش مكسب بس، مكسب واداء وسكور عشان يقدر يرجع الثقه للعيبه قبل ما يرجعها للجمهور ويتصدر بطوله الدوري المحببه بالنسبه له. وفعلا النهارده شفنا اداء ولا اروع. يعني انت بتتكلم على ده، عاوز اتكلم عن شخصيه البطل عشان تستعيد الثقه بالسرعه دي مش اي حد يعملها، عاوزه مقومات معينه كده. طبعا النادي الاهلي دايما اي مباراه سواء بعد مكسب بطوله كبير او بعد خساره بيقفل الصفحه ويبدا يبص للي جاي، والبطولات داخله في بعضها. يعني لسه سان داونز من كام يوم والنهارده بيلعب مع فرقه وفرقه كويسه من فرق الدوري الصاعده اللي هي عندها لعيبه محترمه وعاملين نتائج كويسه مع مجدي عبد العاطي. النهارده الحقيقه الاهلي فاجئنا بالاداء الكبير ده، يمكن النهارده من اجمل مباريات الدوري اللي شفناها. كان في ترابط ما بين الخطوط كلها بصراحه، لان هي كمان زي ما الكابتن لطيف الله يرحمه كان بيقول الكوره جوان. صح، الاجوان او الاهداف هي متعه كره القدم. فالنهارده شفنا يمكن 17 دقيقه النادي الاهلي بيجيب ثلاث اهداف روعه ومن جمل بتتلعب اكثر من رائع. النادي الاهلي دايما اما بيلعب ضغط عالي من فوق دايما بيقدم مباريات كويسه، غير ان هو بيبقى استحواذ. الراجل النهارده غير الطريقه بتاعته من 4-3-3 رجع تاني ل 4-2-3-1. مظبوط، فاثمرت عن اهداف في الاول. اللعيبه خدت الثقه، ابتدت اللي كل واحد بقى يبدع. يحسب لفاركو ان هو رجع برضه بهدف وكان مصمم الحقيقه وما تخضش وما استسلمش. يعني شفنا فاركو لاخر دقيقه بيحاول وجاب هدف طبعا، وبيحاول لغايه اخر دقيقه. بس كان وضع طبيعي بقى ان هو يبقى طبعا متجه عشان يحسن بس الشكل ويحرز هدف تاني ولا حاجه، جه الجون الرابع. انما مكسب كبير للنادي الاهلي،
ونقدر نقول ان هو ماشي في البطوله المحليه كويس. يعني شفنا اخر مباراه ليه مع المقصه 4 كاسب هيفي سكور 4-0، فماشي الحمد لله كويس، وده ان شاء الله يديله دفعه في اللي جاي. طيب، مكاسب عديده للنادي الاهلي في مباراه اليوم بغض النظر عن الاداء والثلاث نقاط وتصدره للمسابقه. انا شايف من وجهه نظري ان من اهم مكاسب النادي الاهلي النهارده عوده محمد شريف للتهديف مره ثانيه بعد 65 يوم، لان احنا محتاجين شريف في المنتخب، محتاجين ثقه شريف في نفسه لانه هداف كبير. كان من اهم الحاجات النهارده هو فعلا عوده محمد شريف، لان محمد شريف بقى له فتره كبيره يمكن من شهر 12 ما احرز اهداف. ظروفه مع المنتخب ومع كيروش ان هو يعني مش في دماغ كيروش قوي، والموقف اللي حصل طبعا لما نزل وخرجه تاني بعد 7 دقايق ده برضه اثر على نفسيته. الهداف الكبير بيبقى محتاج ان هو يبقى موجود في الملعب، حساسيه المباريات وحساسيه ال 18 والاهداف لازم تبقى موجوده. هو كان ناقصه الحقيقه الفتره اللي فاتت ان هو يحرز هدف. انا بتوقع دي هتبقى انطلاقه لمحمد شريف، لان انا من اشد المعجبين بيه والمؤيدين ليه من زمان. ما كان لسه راجع من انبي، النهارده احرز كمان هدف حلو، مش هدف مثلا بالصدفه غير غير عادي، منطقه يعني صعبه صعبه جدا انه يلف ال 180 درجه دي ويحطها، دي ادت له الثقه. شفناه حتى الماتش اللي فات لما طلع كان طالع زعلان، لان هو امنيه حياته ان هو يسجل هدف عشان يمسح الفتره اللي فاتت دي، عشان هو برضه اكيد باصص لوضعه في المنتخب. اي لعيب من قوام المنتخب بيفكر برضه، كل لاعب في المنتخب طبعا بيكون واقف على رجله. وانا سعيد جدا بالفوز النهارده، صحيح هكون اسعد ان شاء الله بالفوز في افريقيا، لان ده بيدي لعيبه مصر نفسيا يكون واقف على رجله قبل المباراه. شفنا النهارده كمان قفشه، قفشه كان عامل ماتش هايل قوي قوي هايل. برضه النهارده موسيماني كان في ناس كتير بتقول الملعب ما يستحملش احمد عبد القادر وقفشه، عبد القادر انما شفنا النهارده ان الاثنين عاملين انسجام مع بعض ومؤثرين جدا جدا في الحته الهجوميه. فاعتقد دي برضو ممكن تبقى يعني تفكير للمباراه الافريقيه اللي جايه، لان انت مطالب ان انت الماتش اللي جاي مع المريخ لازم ان شاء الله باذن الله تكسب وعلى ارضك، فممكن دي تبقى بروفا لماتش المريخ. في نفس الوقت النهارده في فرحه شريف كان في شيء من العتاب الداخلي لحسام حسن النهارده في نزوله في الوقت الاخير. انا فايز 3-4، كان من الافضل ان انا ادي له فرصه اكبر وتوفيق من بدري شويه، لان حتى الصوره قدامنا مع يعني قدامنا الصوره يعني معبره جدا طبعا يا كابتن حشيش. واحد طبعًا برضو من الهدافين الكبار بصراحه حسام، زي ما اتكلمنا على شريف انه هداف. نعم. حسام حسن كان في وقت من الاوقات كان هداف سموحه اكيد، وكان راجل رجله في الملعب على طول، وعشان كده النادي الاهلي جابه. فهو برضو لغايه هذه اللحظه ما نقدرش انه نقول ان هو خد الفرصه كامله. مظبوط. يعني لازم برضو الفيرود، اصل مش هتنزله 10 دقائق في 5 دقائق وممكن يقعد الماتش اللي بعده، لازم ياخد مباراه وتكون مباراه مهمه من البدايه عشان يقدر يطلع اللي عنده. هو عنده امكانيات كويسه بدليل انه كان هداف الدوري، ما في يعني ما فيش واحد يبقى هداف الدوري ويكون جايب بجوان كده يعني بطريقه الصدفه. على الرغم ان هو لم يعد الى مستواه بعد لسه لغايه دلوقتي، الراجل بيديله طبعا طبعا محتاج حسام حسن. فالنهارده لما شريف احرز الهدف، وده كان يعني المبتغى من اللي احنا كلنا عايزينه، كان ممكن تدي مثلا شوط كامل مثلا وصول النتيجه كانت ما عندك مرتاحه 3-1، يعني ادي لحسام برضه عشان يحس برضه ان هو ثقه. لان لو تفتكر برضه دكتور ان كان في كلام ان ممكن يطلعه حسام عاره خلال الفتره اللي فاتت، والراجل قعد معاه وقال له لا هتاخد فرصتك، بس احنا عايزين الفرصه تبان لان المباريات جايه كتير وتلاحق المباريات اكيد صح. لازم هيبقى محتاج 5 والمفروض 8 والمفروض 12 او 11، لازم هيبقى لازم هيبقى الراجل محتاج اكتر من لعيب في المركز يكونوا على جاهزيه واحد. فاعتقد يعني ان شاء الله باذن الله، بس طالما ابتدى انت عارف هو كان بعده خالص، ابتدى يدي الحسام دلوقتي شويه بشويه ممكن ان شاء الله ياخد فرصته كامله يعني. طيب ده بالنسبه للنادي الاهلي. غدا ايضا مباراه مهمه جدا لنادي الزمالك اذا ما اراد استعاده الثقه مره ثانيه بعد التخبط المحلي والافريقي. تعادلين امام بيترو اتلتيكو هنا في القاهره 2-2، ثم امام سجراد الانجولي هناك في انجولا بدون اهداف، ثم هزيمه في الدوري امام سموحه، ثم هزيمه امام الوداد المغربي. متى يستفيق
نادي الزمالك بحجمه الكبير؟ الزمالك موقفه صعب سواء في البطولة الإفريقية أو في البطولة المحلية. الهزائم المتكررة الأخيرة اللي كان بسببها يعني أنهم استغنوا عن كارتيرون، فأنت دلوقتي عندك جهاز جديد أسامة نبيه ماسك، ما حدش عارف إذا كان هيكمل ولا هيبقى مع مدرب آخر هيستقدموه. المطلوب دلوقتي تكاتف من اللعيبة عشان مباراة طبعا صعبة، مباراة فيوتشر، فرقة من الفرق المتقدمة وفرقة عندها لعيبة عندها خبرات كبيرة، لازم كمان يصالح جمهوره لأن الهزيمة 3 تقيلة قوي على نادي الزمالك هناك، وهو كان المفروض الناس بتقول يعني أضعف الإيمان إن هو ما يخسرش أرجع بتعادل إلا إذا كنت كمان أكسب وتقدمت بهدف، تقدمت بهدف فيه. بس طبعا التراجع الغير عادي للفرقة الغير مبرر من كارتيرون، لأن ما أعتقدش إن اللعيبة من نفسها هي اللي تراجعت يعني. أنت كان المفروض تغطي الجون بهدف خلاص بتقتل المباراة، فتفاجئنا بشوط تاني حاجة تانية خالص. كان نتيجته طبعا 3 أهداف أثرت على موقف الزمالك وصعبته جدا في المجموعة، لأنه برضو معاه فرق ونتائج الفرق التانية كمان مش مساعدة نادي الزمالك. لكن في حالة فوزه في الثلاث مباريات هي صعبة لكن ليست مستحيلة. هو الزمالك قادر على فكرة، بس النجوم الكبار عنده مقدرة يعني، محتاجة دكتور إن اللعيبة تشيل من دماغها بقى دلوقتي تجديد حتة التجديد، لأن الزمالك لو لا قدر الله خرج من إفريقيا وتعثر في الدوري محدش هيتعاقد باللي هو عايزه أو هيفكر، أو حتى لو تعاقد دلوقتي هتبقى الدنيا ضلمة خلال الفترة اللي جاية. فلازم البداية من بكرة من فيوتشر فرقة كويسة، لو الزمالك قدر يقدم عرض في الأول كويس ويكسب ويبقى فيه أهداف تقدر تقول الناس هتبتدي، على الرغم ان هو هيقابل فريق بلغه الكوره طبعا طبعا عنيد جدا، وفي لعيب عندها خبرات واعي طبعا تمام وعنده خبرات كتيره جدا، ومنهم ناس في المنتخب يعني زي ما عمر كمال موجود واحمد رفعت كان موجود. لا فهي بالنسبه للزمالك نقطه تحول، ماتش بكره لا قدر الله لو حصل حاجه هتدخل في دوامه كبيره سواء في التعاقدات، وبعدين اللعيبه كان لازم تعرف من البدايه بدل ما تفكر هاخد كذا وكذا وكذا، ما انت مستواك ما يقل او نتائجك خلاص هيأثر على التعاقد بتاعك. السلعه ده سلعه سوق، انا اسف اللفظ بالظبط كده. وسمعنا ان رئيس النادي بيقول اللي هيجدد يجدد، اللي مش عايز يجدد ما يجدد، يعني هتدخل بقى في سلسله من المشاكل الكبيره. احنا عايزين كله يركز، كله يتكاتف، وكده كده الفلوس هتيجي يعني اكيد بقى. وانا على ثقه تامه ان مجلس الاداره هيتعامل مع ملف بحكمه صحيح. زي ما اتعامل بحكمه مع ملف كارتيرون وخرج باقل الخسائر. تمام، هطلع فاصل وارجع اكمل هذا الحوار الممتع والتحليل الفني مع كابتننا كابتن محمد حشيش. كليوباترا جروب، العلامة المصرية للثقة العالمية. بانيو الطيب، إبداع عصري متميز. بانيو الطيب، تنوع في التصميمات، لمسة جمال وانفراد في الألوان. بانيو الطيب، أعلى معايير الجودة والصلابة. الطيب أقوى بانيو،
وأقوى كابينة في مصر. اكتشف واحد من أجمل 10 شواطئ في العالم، أزميرالدا باي في إس باي سيدي حنيش بالساحل الشمالي، إحدى مشاريع كليوباترا هوتيلز أند ديفلوبمنتس. من قلب الأرض، من جوه المواقع، بيبنوا ويطوروا ويعلوا. صدى البلد لكل أهل البلد. عدنا إليكم مرة ثانية. كابتن حشيش، عاوز بعد الأهلي والزمالك لازم أتكلم عن الإسماعيلي. الإسماعيلي محزننا كلنا، سواء أهلي زمالك كل أندية مصر، كل الجمهور الجماهير المصرية زعلان عشان نادي الإسماعيلي، لأن نادي الإسماعيلي من الأندية العريقة، ودايما كنا بنقول إن أحسن كرة هي كرة الإسماعيلي. بس يا دكتور، في حاجة يعني أنا يعني حتة التأييد والناس بتأيد والناس بتحفز والناس مش هيصلح الأمور غير جمهور الإسماعيلية، ومش جمهور الإسماعيلية اللي هو على الفيسبوك واللي بيتكلم من بره، جمهور الإسماعيلي اللي متواجد في المدرجات بأي صورة بقى، يعني بأي صورة. لازم جماعة الإسماعيلي يكلموا مع المسؤولين إن لازم جمهور الإسماعيلي يحضر على الأقل المباريات اللي هي في الإسماعيلية، لأن هل يعقل النادي الإسماعيلي مش عارف يكسب ماتش؟ النهاردة يبقى كسبان 2-0 المقصة، وخلاص خدت الثقة وضربتين جزاء وتتعادل، وممكن كان ممكن تخسر. ده معناه ان اللعيبه مضغوطه يا كابتن حسين. اللعيبه مضغوطه طبعا، ضغطه كبيره، مفيش الخبره بتاعها. طب هو بص، النادي الاسماعيلي برضو فرط في لعيبه كتير، وواضح ان برضو لازم قطاع الناشئين يشتغل تاني، ولازم برضو تدعيم من مجلس الاداره ايا كان، يعني باي طريقه انه يجيبوا برضو بعض المراكز في الفريق على مستوى عالي عشان تقدر تشيل الفرقه، لان النهارده معظم اللعيبه مفيش خبرات. احنا ما عندناش دلوقتي اي تدعيمات خلاص غير بعد انتهاء الدوري، ايه اللي نقدر نعمله خلال الفتره دي؟ الجمهور يبقى في الملعب، الجمهور معاهم في كل مكان. مش بالكم برضو، يبقى عدد محدود وكده. انت مرغم بكذا، بص يعني هو عدد المسموح. انا عارف، بس ظروف نادي الاسماعيلي الدوله كلها عارفاها والبلد كلها عارفاها، يعني حاول يزود حتى على الكل. يعني بص، الجماهير موجوده في التدريبات بقوه، لازم يبقى ماليه للاستاد عشان يوصلوا رساله. يعني انا نفسي تدريب الرئيس الاسماعيلي تلاقي الاستاد الاسماعيليه كله 40,000 30,000 موجودين. أيوه. والمجموعه اللي تبقى موجوده في المباريات المنتقل اللي تشعل اللي تزق فعلا اللي صح اللي تشعل الحماس. ده جانب طبعا التغيير الكتير برضو اللي بيحصل في الاجهزه برضو، ده بيعطل، يعني اللي مغيرين جهازين واحنا لسه في البدايات. اعتقد الكابتن حمد يعني عنده خبرات كويسه، يقدر النهارده الى حد ما الشوط الاولاني كانوا كويسين، بس لازم تحافظ بقى، لازم تاخد الثقه. نادي الاسماعيلي محتاج مباراه واحده بس، هي بالظبط كده هتبقى ان شاء الله الانطلاقه، يعني مجرد، لان برضو المجموعه الاخيره المكسب مباراه هترفعه، هيبقى في وسط الجدول، دي ممكن تدي له حافز وتدي اللعيبه للثقه. انما اللعيبه طول ما هي حاسه انها ما بتكسبش وانها في ديل الجدول، دي عامل عليها ضغط عصبي كبير. مباراة واحدة إن شاء الله بإذن الله تفوقوا يعني. طيب أرجع للجدول، وياريت يكون معانا على الشاشة. الأهلي من 9 مباريات 25 نقطة، تصدر النهارده بيراميدز، وتصدر من 9 مباريات 23 نقطة، فرق نقطتين. سموحة لعب 11 مباراة 22، الزمالك لعب 19 نقطة، ده المربع الذهبي. يأتي بعد كده المصري من 10 مباريات 15، وفيوتشر من 10 مباريات 15. المربع الذهبي هيحصل فيه تغيير ولا يثبت لفترات معينة؟ هو هيثبت فترة
بين الثلاثة اللي هم دلوقتي متصدرين أهلي بيراميدز الزمالك. لا أهلي بيراميدز سموحة حتى الآن، لكن في حالة فوز الزمالك، الزمالك عنده متأجل. يبقى عنده سموحة لعب 11 مباراة، الزمالك 9، فاضل مباراتين. لو أقصد إن الزمالك كمل المباراة بتاعته هيدخل برضه في يعني تاني تالت، هيبقى هي التلاتة معاهم بقى الفرقة اللي بعد كده ممكن يخش فيوتشر، ممكن يخش الفرقة. أصلا أنت عارف هو لسه برضو البدايات ولسه الدوري طويل، ومباراة واحدة بتقلب القصة فوق، كله قريب. بنك الأهلي خمس مراكز من ثلاث نقط بالظبط كده، فهو المباراة الواحدة يا دكتور بتفرق جامد. فسابق الأوان وحتة برضو المربع الذهبي، بس هو برضو في الآخر الدوري خدنا منه خبرات ان هي برضو اهلي زمالك بيراميدز خلال الفتره اللي فاتت يعني. طيب اتحاد سكندري ومعاه جهاز فني، يعني محدش يقدر يتكلم. كابتن حسام حسن بخبراته الكبيره، كابتن ابراهيم والمجموعه، كابتن طارق سليمان والمجموعه بالكامل، لكن النتائج في الفتره الاخيره ايضا مش هي اللي كان بتترجاه جماهير النادي الاتحاد السكندري سيد البلد. شايف ليه الاسباب هناك في الاتحاد؟ اعتقد ممكن يعني ان يكون الجهاز الكابتن حسام والكابتن ابراهيم اتشغلوا شويه في فتره من الفترات بموضوع المنتخب قبل ما طبعا كيروش، وفي بدايه كيروش لما كانت النتائج سيئه والناس مش راضيه كان تردد اسم برضه حسام وابراهيم، ممكن دي اللي تكون برضه خرجتهم بعض الشيء عن تركيزهم. انما الاتحاد عنده لعيبه محترمه، رئيس نادي كمان يعني في حته لوحده، محمد مصلح ده في حته لوحده، موفر كل حاجه، جايب لعيبه كويسه. ناقص بس حاجه واحده على الماتش الاخراني، الاتحاد يعني بيتعادل بشكل برضو مش طبيعي. شفنا البدايه بتاعه نادي الاتحاد لو من بدايه اول ماتش انه يكون خسران ويرجع ماتش بتاع 4-4 وغزارة تهديفية بصراحة، وغزارة تهديفية، وعنده وحسام دايما لعبه هجومي يعني. حسام بيقفل وبيعمل ضغط برضه عالي من النوع اللي بيحرز أهداف كتيرة. فأعتقد المباراة اللي جاية بالنسبة للاتحاد يعني يرجعوا بس سنة، لأن ممكن تحصل يعني هم نهوا السنة اللي فاتت الحقيقة الدوري كويس قوي. السنة دي بس يعني محتاجين برضو ايه فوز شوية تركيز يطلع بس يطلع. مين الفريق اللي شد انتباهك جدا ولفت انتباهك في الدوري حتى الان؟ والله فيوتشر طبعا عامل يعني اول سنة ليه في الدوري الممتاز. هي الكورة بقت دلوقتي امكانيات، استخدام لعيبة عندها خبرات، مش زي بقى ما تبدأ زي معظم الفرق اللي بتطلع سنة وتنزل في نفس السنة. هو ضخ اموال كويسه، جاب لعيبه خبرات في بطوله الدوري. بطوله الدوري عشان بطوله ممتده وطويله بتبقى محتاجه برضو لعيبه خبرات، ازاي يكسبك مباراه. جاب جهاز فني عالي قوي وحاجه جامده جدا، علي ماهر وعبد الظاهر السقا وعبد الظاهر، فهم في اهتمام. هي في الاول وفي الاخر برضو امكانيات واداره. نعم، فواضح ان الاداره اداره محترمه، حاطين دماغهم ان هم من البدايه من اول سنه مش زي الفرق الثانيه اللي هي بس عايزه تفضل في الدوري الممتاز. لا، هم حاطين في دماغهم هدف في اول سنه ان يكون في المربع الذهبي عشان يخش افريقيا و و و. فعامل مباريات كويسه، كذلك برضو فاركو النهارده شفناه. انا بصراحه يعني كنت مبسوط قوي من فاركو، ما استسلمش زي ما قلنا، يعني عنده لعيبه كويسه، عندهم مدرب برضو محترم هايل، عامل توليفه كويسه، لعيبه بتلعب كره حلوه، بيلعبوا قدام النادي الاهلي في عز فوقان النادي الاهلي. وتحس يعني سيبك من الاهداف اللي جت، انما والله كانوا ند بيوصل وبروح وبعد ده في كل كره عايز يوصل وعايز يهدف وعايز، وكان ند وكان ممكن يجيب جون تاني والدنيا لو مشت. انما هو ظروف الماتش اتخضوا بالثلاثه اللي في الاول برضو. صعب قوي قدام النادي الاهلي انك في ربع ساعه ولا 17 دقيقه ثلاثه ممكن الجيم كان يفتح وتبقى يعني كان. فطبعا جرس. الدنيا كانت صعبه، خضت الفريق كله. انما كان الحقيقه متماسك ونال احترام الجميع يعني. طيب سيب منطقه الصراع، عندنا الاسماعيلي في المركز الاخير 4 نقاط، استر كامباني 6 نقاط، المقاولين العرب 8، ومصر المقاصة 9. مصر المقاصة عندها ظروفها أكيد، الإمكانيات المادية طبعا
مفيش امكانيات ماديه، جايبين ولاد مع نفس اللاعبين طبعا عشان يقدر يكمل في الدوري الممتاز. بيستعين بالاشبال، عندهم مدرب الحقيقه كويس، بس هي برضو القدرات اللعيبه فيها في الاخر هي قدرات لعيبه، لعيبه لسه صغيره ما عندهاش خبرات، فاعتقد ان هم هيجوا يمكن ممكن تلاقي تحسن للمقصه في الدور الثاني النهارده لما يرجع قدام الاسماعيلي بعد هزيمه 2 في الشوط الاول طبعا، يعني لا دي تحسن. فاعتقد ان المقصه جاي بس على الدور الثاني يقدر يكون فيه تحسن في الاداء، واللعيبه خدت الصغيره اللي ما عندهاش خبرات خدت خبرات. المقاولين هو ده اللي علامه استفهام بقى، علامه استفهام كبيره. انا حزين طبعا على المقاولين العرب، لان انا لعبت فتره في المقاولين العرب، ويعز عليا النادي وامكانيات النادي ووضع النادي وتاريخ النادي، ثالث نادي بعد اهلي وزمالك، واخد بطولات افريقيه وعربيه ومصريه وكاس مصر ودوري، يعني انديه ثانيه تاريخها اقدم من المقاولين العرب وما خدتش الكلام ده كله. مفيش حاجه ناقص المقاولين، يعني عندهم امكانيات كويسه، كان عندهم عماد النحاس ومشي وجه دلوقتي عودة وابن النادي، بس النتائج مش مساعدة، يعني النتائج لازم يحصل تحفيز من الإدارة أكتر من كده، لأن برضه دكتور الأندية اللي هي مش جماهيرية دي برضه اللعيبة يعني مش هنقول إنها بتشجع المقاولين، أنت فاهم إزاي؟ صح. ولا في جمهور، فالحافز هو بتبقى لايحة كويسة تقدر إن أنت تغطي على حتة الجماهير شويه، ان يبقى عند اللعيبه حافز، لان انا بشوف ان المباريات المقاولين العرب اللعيبه مستسلمه. يعني مجرد ما يحرز هدف في المقاولين بتلاقي اللعيبه خلاص استسلمت. اخشى على المقاولين ان يفضل في النتائج كده، ممكن يوصل لمرحله ما اتمنهاش بالنسبه للمقاولين العرب. فاتمنى من الاداره انها يعني زي ما بيقولوا تشد حيلها شويه مع الفريق، واعتقد ان المدرب الموجود ابن النادي وبيشتغل بحماس وهو عنده خبرات كويسة، إن شاء الله بإذن الله يعدوا. هل خرجنا في الدوري من دائرة أو الدائرة المغلقة لعدد معين من المدربين، وبدأ الدوري يضخ دماء جديدة من المدربين جدد؟ طبعا. عزبته كفاءة ولا لا؟ طبعا شفنا كان في فترات سابقة من حوالي مثلا 4-5 سنين كانوا هم مدربين بس معروفين، ثلاثة أربعة هم اللي ماسكين الموضوع. دلوقتي بقى في مدربين كويسين وأظهروا كفاءة من خلال شغلهم خلال السنتين ثلاثة اللي فاتوا، منهم علي ماهر، منهم أحمد سامي، تامر كمان كويس، أحمد عودة، يعني محمد عودة، خالد جلال بصراحة، خالد جلال عامل شغل كويس قوي على حسب إمكانيات الفريق واللعيبة اللي موجودة معاه، هيثم شعبان، ففي ستاف تاني طالع من المدربين غير بقى الرعيل السابق، ابتدوا يختفوا شويه بشويه. شباب في الخمسين بالظبط كده، في الخمسين نقول عليهم بالظبط كده شباب المدربين، ابتدوا يختفوا شويه، وابدا ودي سنه الحياه، لازم ناس يعني تغيير دماء في كل حته، يعني مش في التدريب بس. فشايفين المدربين الصغيرين دول عاملين نتائج كويسه وعاملين كوره كويسه، تحس ان واحد بيفكر، يعني واحد واقف على الخط بيفكر، وبنشوف اسلوب لعب وكل واحد له طريقته وكل واحد له اسلوب اللي بيلعب بيه، فبتمنى لهم التوفيق كلهم. انت تلاقي يعني المدربين المصريين موجودين على الاقل في الدوريات العربيه في الصفوف الاولى، مش لاقيينها؟ محتاجه برضو تسويق كويس للمدربين. احنا شفنا دلوقتي بنجيب، احنا دلوقتي ابتدينا الاول نجيب لعيبه من تونس والمغرب شمال افريقيا، ابتدينا نجيب كمان مدربين زي معين شعبان بالظبط كده، ابتدينا نجيب من جنوب افريقيا زي النادي الاهلي، خد خطوه كبيره وكانت غريبه على الناس، ما كانتش الناس مستوعبها. استثناء الدوري الليبي اللي وجدنا فيه فتره كابتن عوده كان موجود، كابتن طلعت يوسف كان موجود، كابتن طارق العاشر كان موجود، لكن تونس كان كابتن، في المغرب كان كابتن طارق مصطفى الوحيد، بس كابتن حسن قعد فتره، وكابتن عبد العليم برضو كان موجود اعتقد في حراسه المرمى. بالظبط بالظبط بالظبط. فقط فين الدوري السعودي؟ فين الدوري بعد تجربه عمرو انور في اتحاد جده وعادل عبد الرحمن؟ طبعا عامل شغل هايل جدا، لكن للاسف ما فيش الاستمراريه يا كابتن. لازم المدربين يضحوا شويه عشان يطلعوا، يعني انا هحكي لك حاجه بسيطه بس. انا في سنه 91 وكان لسه ما فيش احتراف، خط التجربه كمحترف اول محترف اروح تونس، وكانت غريبه جدا وقتها، بس انا قلت اخوض الحته دي في بلد، يعني انت عارف وقتها كمان كان في
ديربي بين بين تونس ومصر على مستوى الكوره والمنتخبات والانديه، انما حاولت اخوض في الموضوع دوت وما فكرتش بقى ان انا هروح اخد مبلغ كبير عشان اروح وبتاع، لا ضحيت بحته الماده شويه عشان اخوض التجربه اللي كانت ممكن تفتح الطريق لناس تانية كتير. بس للاسف كان وقتها انت عارف كانش فيه الاتصالات وكانش فيه برضو يعني الناس متشافه وكده والسوشيال ميديا والكلام ده. فاعتقد ان لازم يبقى فيه تساهل شويه، الناس تطلع، المدربين يطلعوا، ما يبقاش ماسكين في بس الدوري المصري، يخوض تجربه، يجرب يخوض في افريقيا. فاكر احمد كشري حسن لما راح كمان في المنتخب الاردني بعد كابتن طبعا هو علاء نبيل وكابتن علاء نبيل فده مطلوبه، احمد كشري برضو درب في افريقيا حسن. فعايزين حركه شويه الناس، بس ايه يعني عارف زي حال المصريين اللي هم قاعدين على شريط الدلتا مش عايزين يروحوا المدن الجديده والحتت دي. احنا لنا طبيعه خاصه كده عايزين نخرج منها. يعني عموما بنتمنى التوفيق للكره المصريه، ودايما بكون سعيد جدا بوجودك معانا كابتن حشيش، وبستمتع بهذا التحليل الراقي والفكر الراقي جدا، ودايما منورنا كابتن حشيش. شكر جدا، شكر دي جدا. كانت حلقتنا النهارده. قبل ما اختم مليون مبروك كابتن نبيل محمود زفاف نجله رامبو طبعا محمود نبيل، واحد من الناس المحترمة جدا. مليون مبروك يا كابتن نبيل، ومليون مبروك يا محمود، ربنا يسعدك. عايزين نقول ألف سلامة لسيد عبد الحفيظ عشان كورونا، قلت له البارح طبعا نجم كبير، وقلت له إن شاء الله يرجع ينور الدنيا كابتن سيد، رمز وعلامة من علامات، وإن شاء الله يوم بمليون سلامة، واحد من الناس اللي لا معز عندنا كلنا. غدا إن شاء الله حلقة جديدة من ملعب البلد. حتى هذا الموعد دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.